مركز دايم ما على وايل ومثبت افعالي بالدلايل. انا كاريزماوي انا انا كاريزماوي انا كاريزماوي انا كاريزماوي انا كاريزماوي انا انا كاريزماوي وبتحدى اقلب على الطاله. هاوش على الهواء عشان الجوال. ها اي أيوة والله انك حبيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام. مشكله ان تكون المشكله في داخل غرف الكنترول، ان يكون هناك من الاعداد بمكان انه لا يفقه شيء في الاعلام، انه قبل فقره والطاقم لابس الاربيز والمايك عشان يدخلون فقرتهم نتفاجئ انه يدخل المتسابقين، ويبغانا نمثل ان ندخل نطلع المتسابقين من الفقره. احنا ما نمشي على كيف احد ولا احد يفرض علينا شيء. أبو طلال بيض الله وجهه أستاذ عبد الله الراجح تدخل في الوقت المناسب لإيقاف هذا المعد عند حده حتى لا تكون هناك مسرحيات هزلية غير لائقة لا للمشاهد ولا لنا. هذه الفقرة لها احترامها ولها وقتها ونحن نحترم جيدا الوقت، عشان كذا تأخرنا بسبب هذا التصرف اللي ما أدري شو أسميه. والغريب أن هذا المعد من الناس اللي قاعد يعطي جوال المتسابقين جوالات، يعني والله يا جماعة يعني لابد أن يكون هناك حل فعلا لمثل هذه المشاكل اللي قاعدة تصير واللي قاعدة تفقد البرنامج لذته وحلاوته. الأيام الماضية في دروب كبير في البرنامج، صحيح. لابد أن نعترف بهذا الدروب، والسبب هو الجوالات اللي من أول يوم في البرنامج أنا ما تكلمت عن هذا المحور، واليوم هو افتتاحيتنا في حلقة اليوم الجوالات حتى قبل استعراض مقطع اليوم. بس في البداية خلوني أرحب بالسادة النقاد الجميلين جدا والرائعين استاذ سالم حزام. حياك الله ابو حزام. يا مرحبا وصبحك الله بالخير يا ابو عبد الله، وصباح جميل على جميع المتسابقين وعلى النقاد في البدايه وعلى المشاهدين اللي ينتظرون منا الكثير، وحنا نقول حنا مرآه المتسابقين. لقينا حدث تجلينا، اذا ما لقينا حدث حاولنا نركز على عدم وجود احداث، يعني نتعب ولكن الشكوى على الله. يعني المتسابقين احيانا ما يعطونك. الدروب اللي قال عنه ابو عبد الله صادق، وانا اعتقد ان الدروب هو غياب النجم الجماهيري الاول في كاريزما، اللي الحقيقه يعني انا اعتذر منه. يا شنار انقذ النسخه، يا شنار شنار انقذ النسخه. طيب شنار دش نشيله اليوم حزام، دش نشيله بس ان صوته مو بزين. خذها ولا مبارك، هذا والله يوفق. اقسم بالله يا سالم حزام انقص طورتي. الله يرحمك. طيب حياك الله بعد. قلب 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 محب. الله يحييك يا ابو عبد الله، يحيي ابو حزام، يحيي علي الغامدي اللي لا زال في الطريق حفظه الله حتى يصل. اليوم للامانه كان في يعني عندي ملاحظه كنت اتناقش انا وياك عليها، اللي على ديكور محل الشيخ فلاح. عندنا في المهديه العم سعيد الفهري ابو محمد الله يعطيه العافيه، هو والدي ووالدي، يعني اعتبر هو والدي الاب الروحي في الرياض. مسوي دك. ايوه نفس الدكه هذه، نفس الدكه هذه حقت يعني الواقعيه حقت هي، هي الدكه حتى ما يقلط فيها احد، هي دكه جيران يجون تكون فيها العصر اللي فاضي اللي يبي القهوه اللي بالليل سله بلوت. بس على الشاشه مو حلوه. يعني هو ما يستقبل فيها الا الجيران، يعني هي حقت حقين المسجد. ايه الربع. يعني بساط احمدي على بساط الفوضويه، انا وانت افضل ما ادري ايش قال من صدور المجالس. هلال. كيف جابوها هنا؟ انا احس انهم سرقوها من المهديه، رحت اتاكد اليوم هل هي في المهديه ولا اخذوا حقتهم؟ نفسها، نفس البحث، نفس البلوك، نفس نفسها، بس اللهم ما فرش، في فرش ناقصه. غير رايق. انا اتمنى انه يشوف لا باذن الله، باذن الله تتغير ان شاء الله. فيه انا مع فلاح. الوقف كذلك كان جميل، تدشين شنار علق عليها ابو حزام واكتفي بما قدم ابو حزام. يعني انا ضد حتى مساله التدشين، انا التدشين الاول لهم صح؟ اي لا التدشين لا في سلطان، تدشين الثاني الظاهر. اي في سلطان، في سلطان، سلطان غير محسوب. لا ولا حتى فعلا يكرهونه يا اخويا. لكن كنت اتمنى ان يكون التدشين، يعني بما ان التدشين اول يعني يهتمون شوي، يعني يكون فيه اهتمام بالمحتوى بال. حياك الله ابو دخيل الله، يا مرحبا. طيب خلونا نشوف ابرز احداث اليوم، ملخص لما حدث اليوم في كاريزما 37 ونرجع له. اولا لا يمتلك المعرفه
الاحترافية ولا انفاضي ولا يبغى يعلف على اساس ما تنتقل معلومة لاحد ينافسه. موجود مثل انتبه سلم. يمكن تقول الكلمة الطيبة. الواحد لا وثق بالله عز وجل، وفوق ذلك متلد. يا جمهور، جمهور السعد، يا رجال تكفوا لا تخلونا زعلنا يا مسلم. اوه ده تعال لبيه يا مكيف. يا سبحان الله. الحكم عندك ثلاث احكام. ابعاد واحد من الاعضاء. عبد الواحد. لا 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 ظهر واحد صح؟ اي نعم سالم جديد. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. شين 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 يلا يلا شين 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 ارفع معنا يلا اخلص كذا كذا ارفع معنا كذا. شاعر بحول الله وقوته. استعرضنا لكم مثل ما انتم شايفين المرحلة الثالثة والنهائية راح يكون معنا 12 شاعر راح يكون. حياك والله مشاهدينا من جديد. انا ابغى سعود علوش في الكوميشن روم. يا سعود يا ليت تتوجه للكوميشن روم. يوم كاريزماوي بيض الله وجه عادي جدا سم يوم دعيتي. ليه؟ لان والله يا قبعت اليوم انا تغدي في راس سعود علوش اعلمه من ذا الحين لا لا تجي ما هو في صالحك مو بزين لك. اذا كان في راسك ساعاطير افتح الكوميشن. هي تحدي يعني ان كان راسك فيه حب منطحن انا الحصان اللي تعجبك طمرته. تحدي انه يجي الكوميشن بيجي سعود وبترى فعله وقع. أنا أشوف أكيد. طيب خلينا نتكلم عن ظاهرة الجوالات. في مقطع أرسلوه لي الشباب. ألو يا الخد أرحب يا علي. الله حيه خد يمشي بدخيل الله ما بعد بدأنا. طيب. حياك الله علي. انضم لنا الآن الناقد علي الغامدي. حياك الله بدخيل الله. الله يجيك يطول عمرك واعتذر عن التأخير ما نأخركم. أنا آسف. حياك الله علي. بل عادة ما يخليها. طيب لا جاء أحداث يا رجال خلع. كنا بنطلع من بدري بس والله خلى على ربك يا ما راجل. ما يخالف. طيب مسألة الجوالات هناك. والله أنا صدق من البداية وعدتكم، لكن يا جماعة لما الأمر وصل إلى التأثير على مستوى المتسابقين والتأثير على أدائهم في البرنامج هنا لابد أن نتدخل ونقول توقف. يعني إثبات لكلامي السنابة اللي صارت اليوم أو قبل قليل أنا ما أدري متى صارت بس الشباب بلغوني وشفت المقطع في الفاصل الآن فشوفوا معي شوفوا. اسمع والله ما يجو واتحداك تجي. والله كلام خطير ترى. والله لا اجيبه ولا ادفع الغرامه ولا والله ما يجو واتحداك تجي. والله كلام خطير ترى. والله لا اجيبه ولا ادفع الغرامه ولا والله ما ادري ان معك جوال يا فايز وعشان كذا مستواك سيء جدا. انغماسك في تاج وانغماسك في المقاطع اللي قاعد تنزل وبعد والدليل بعد كل شوفوا معي مشاهدين انتم اكيد تتابعون وفاهمين بعد كل حدث كل المتسابقين كلهم كذا فجاه الغرف النوم 20 متسابق يبقى واحد في الهواء فلاح احيانا مع مناحي او فلاح مع واحد ثاني فهد. للامانه انا عندي علم اين هي الجوالات. وين؟ في السيارات. السيارات موجودة. السيارات موجودة في الحوش الخلفي، الباب مفتوح والمفاتيح مع المتسابقين. وأنا من هذا المنبر أعلن أني أراهن إذا فتحنا السيارات سنجد جميع الجوالات بشواحنها وأنهم يطلعون عليها. خذها ولا خلاتها بس. طيب ليش ما تأخذون كاميرا وتطلعون؟ نأخذ كاميرا وين؟ الآن. لايف؟ إيه. ما في مشكلة. لا ما في كاميرا لايف، لا تقرير. ما عندي مبانع، بعد الحلقة نسوي تقرير. سوي تقرير جماعي. اتمنى يا شباب اي احد يروح المنطقه ذيك تركزون في الساحه الخلفيه وتصورون لنا. لا 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 سكر الباب الان او سكر الباب. شوف المتسابقين يا ليت تسكر الباب اللي سكر الباب الخلفية. يا شيخنا يا جماعه انا اعلنتها سكر الباب سكر الباب سكر الباب سكر الباب. اعطيكم وصف للساحه الخلفيه. هي طبعا. الساحه اللي دائما يجي منها فيصل الدبالين يصور ابو سمره يقول له هلا عرفت هذه علي هلا هلا وسهلا. شوف المتسابق كيف تكشف انه عنده جوال بالرغم انه محور متكرر وقديم لكن اثر اليوم. اي اثر طبيعي. ليه؟ لانه متسابقين الواحد هش يتاثر بتغريده تطلع فوق تغريده تنزل مستوى. ولو هو متسابق قوي ومتين ولديه محتوى ويمتلك
شخصية ويمتلك ثقة بالنفس ما أثرت في تغريدة. تمام؟ الاهتمام بالتغريدات، التغير على الأصحاب، هذا أهم محورين اللي هو يؤثر فيها الجوال. تمام؟ أنا عندي مسألة بقترحها بس يبغى لها شوية فلوس. تمام؟ ليش ما ناخذ من شاشات التاتش كبيرة أو الآيباد؟ تمام؟ هو ما يبغى يقول بكلم عندي كذا، وتوضع في الساحة في غرفة زجاجية ما في أي وسيلة تواصل إلا رقم جوال تتصل فيه بس. بس رقم جوال دق، ما بنقول تليفون ولا كنترول، لا عادي دق في رقم، في رقم جوال. تمام؟ وكلم منه ما عندي مشكله. كل البرامج، ها كل البرامج، لا لا ما يحتاج، ما ابغى احمل كل البرامج. حط حساب تويتر برايفت، ايش الفائده؟ يشوف هو بيشوف، شفته الناس. انت الان احنا المنع مو المنع يا فهد، التاثير اللي قاعد يصير اليوم احنا قاعدين نشوف تاثير على المتسابقين. هو ما راح يشوف من خلال الناس، ولازم يقعد يحمل ويروح ينزل في جروب الدعم، انشروا المقطع ذا ترى كويس، وصموا لي على الحركه ذي وانا اركض، نعرف الحركات ذي. تمام؟ مساله الاهتمام الزائد في هذه النقطه ترى اثرت كثير على اداء المتسابقين. تمام؟ زائد اصلا حتى التاثير اثر على ردود الفعل. احنا لما البارح نسترجع محور يا متسابقين افرحوا افرحوا، ترى هذه من ضمن الاشياء الجميع يفرح وهو كذا مسوي. ليش انا افرح؟ لا الجمهور كله يبغى الاحتفاليه هذه، فانا احتفل بهذه الاحتفاليه اللي انا رافع راسي ورافع اصبعي فوق. ما عندي مشكله، ما هي الا حبه وبتروح وبينتهي البرنامج. راح قريب المنتصف، ما بقى المنتصف راح يندم فايز 45 يوم حلفه. وقسما بالله اني كنت اعتقد انه بيكون متسابق فذ مختلف، لكن في النظام في القانون خله يروح. وفي الفقه الحنبلي وفي فقه الائمه الاربعه يقولون، ابن قدامة ذكر في كتابه المغني بوب باب الإقرار، ثم قال أن الإقرار أقوى دليل مادي يمكن أن يحصل عليه صاحب الشأن. وهذا إقرار إيه؟ يعني إذا قرر الواحد ما عاد يحتاج هذا إقرار إيه؟ ما يعني أنا غرامة إيه على غرامة سعو إلا على في حالات نادرة استثناء ابن قدامة لا تتقع على فائز. هذه الحالات أنا متأكد أن يعرفها، يعني إنه إذا كان يخالف واقع الحال، لكن واقع الحال يثبت اقرار. مو اقرار فايز. مو اقرار، اقرار مع يمين. مع يمين إيه؟ مع يمين، هذه يمين غموس. فاذا اتى، عند ابو سلطان وقال انا اكذب او امزح، والحلف فلا بد ان يعاقب على الحلف عقوبه اغلظ من عقوبه الجوال. شوف انا اعتقد ان القناه عندها امكانيات ورعايات ضخمه، مو بعاجزين يحطون في الحوش ذا اللي ما سنعوه المتسابقين ولا حطوا له كاسينات، مثل ما قال علي غرفه زجاجيه وفيها تايمر يمشي. انا اقول، ما اقول حط شاشه، اقول حط دروج وجوالاتك، خش الدقيقه ب 100 الدقيقه ب 1000 ادخل يا اخي، خل جو واحسب، خليه يفتر والكاميرات عليه. اذا وجد معه جوال برا استبعد على طول وتنتهي السالفة هذه كلها. العملية من أسهل ما يكون، لأن الجوال الربع صعب أنك تمنع مرة، يعني بيكلم مصالح، ادخل جعلك تأخذ يوم كامل واحسب ورحلة وانت تسالف. أنا ما عندي مشكلة أبو حزام، صحيح كلامك في مصالح، بس المشكلة في تداخل بعض الأشياء اللي قلناها البارح، أنه ما في شخص واحد، يعني فهد معيان مسؤول جوالات، لا يسلم جوال إلا فهد اللي سلمه فقط. لو فهد مات ما نقدر، نسينا من الجوالات انتهى الموضوع. لكن والله فهد يعطي جوال، سالم حزام يعطي، علي يعطي، مدحت يعطي، سندس يعطي، فرزدق يعطي، العلم يعطي، المكيف يعطي، كل يعطي، كل يعطي، رياضيات مصري اسمه مدحت، كل يعطي، كل يعطي. هذه مسألة كبيرة. أبو سلطان قدامك إقرار ريحك فيه أبو سلطان. أبو سلطان خارج، مو خارج، خارج المجرة. لو فكر من حسابه، قلب حسابه بدل ترك الدوسري، فانز مناحي خلاص بحال، درى ان اخوك بس خلاص، ارجع البرنامج، ارجع لصل البرنامج. وقد قلت انا قبل اسبوعين يا اخي، لا تحط يوم واحد لسلطة العليا كانه جاي مراجع في احد الدوائر الحكوميه. يا اخي انت سلطة العليا تخش اي يوم في مشكله، خش يا اخي حط الاقرار يوم الثلاثاء. اصل العقوبات الاخيره للسلطان لو ما محمد الدوسري أو محمد الودعاني سوى حركته، كان اصلا حتى العقوبات اللي جاء عليها انا تبغى صدق، هذه عقوبات خفيه اصلا. دعم ترك، دعم ترك الدوسري لمناحي مستهجن وغير مقبول، هذا راي الشباب. دعم تركي لمناحي غير مقبول معنا سعود. يا اخي هذا دليل من الروم. حياك الله سعود، يا اهلا وسهلا سعود.
مرحبا بكم. أسلام سعود، أنت قاعد قبل شوية كنت تكلمني تبغى تدخل بسبب تعامل الإعداد معك. صحيح. وأنك تشتكي من ذلك. تفضل. صحيح. سعود، المايك لك، خذ راحتك. زاد فضلك. أولا أشكرك على هذه الفرصة. هيك الله. ثانيا طال عمرك، كنا في فقرة شعر القلطة أتوقع أو القمة، معليش، كنا فيها. فجاني واحد من الشباب ناداني قال تعال عند الباب، قال تعال أبيك تعدى شخصيتي. بس قلت زين. ارفع صوتك بس يا سعود تكرمت. وصوت واضح. ايه تفضل. زاد فضلك. قال أبيك تعدى شخصيتي، قلت أبشر. فطلعت برا بعد شخصيته اللي جاني واحد من الإعداد. هذا طبعا واحد من الإعداد، فأوقات الصباح لما انتهى البث جاء عندي، قام يطقطق وقام يمزح وقام حتى يلعب ال 400 هذي. 400 ايش؟ شو اسمها؟ لعبة. بلوت. ايه. طيب. تمام. يعني صرت الرجال ما عاد اعرف من مزحه الكذبة. طيب. فجاني قال استعجل بسرعة ولا ترى دقيقة ونص، ولا ترى بطلعك باخذ مايكك وباخصم عليك 5000 نقطة. فانا قلت اكيد من باب مزحة، قلت يلا اسحب وانا اضحك. يعني انا قايل اني انا احس انه يضحك معي اصلا بعد. على مدى العمر اللي بيني وبينها يعني ما في فرق. فقال لي هو والله اسحبه ما ادري ايش يقول، وقام يهاوش وقام ينافخ وسوى لي حتى حركة ما لها سنع. طيب سعود، انت يعني عشان يلعب معك الصباح او يمزح معك ما تبغاه يطبق النظام عليك؟ لا قول لي لا لا لا، انا الرجال حتى في اوقات العمل اللي هو يشتغل فيها يجيني يمزح معي. طيب عادي، الان شوف، وقت المزح مزح، وقت الجد جد. انت تبغاه يمزح معك دايم؟ لا مو بقصة اني ابغى يمزح معي دايم. اجل. لكن شو اسمه، قول لي لا اله الا الله، ذا الحين انت ذا جايني تمزح معي وتقول لي نص قبلها كان يطقطق معي ويضحك. فيوم قبلها ايش؟ انت تقول من يوم جاء وهو يطالب باني ادخل على الهواء وقال اتاخر. نواف الظاهر. نواف. اي نواف. لا ما طالبني انا ادخل، حتى في داخل الغرفه اخو، انا ما مقارن نفسي فيهم، لكن في اخويا كلهم موجودين، عرفت؟ فانت طلعهم كلهم على ما اخلص انا شغل الفيديو بطلع، ما نطول اصلا. يعني قصدك انه يستهدفك انت لوحدك؟ والله ما ادري عنه، حتى جاء نواف لعط. طلع سعود علوش الحاله، طلع اخوياه معه. خلاص سعود سم، انا طالع عشان اعلم ابو سلطان بس. طيب معي. طيب فاتمنى يعني انهم يشوفونها. إن يبغى ابو سلطان يتدخل. طيب سعود، ها بنسوي، وصلت لابو سلطان مطالبتك. انا بروح لمحور ثاني بسالك فيه. بس اسمعني، اقول له هو في حركه سواها لي اسويها عادي ولا ان ابو سلطان قال لا انا لا ارضى، لا ارضى بان اي معد يطاول على متسابق او غيره. انت تقول ما تصلح، خلاص قولها لابو سلطان، اذا جاء ابو سلطان سواء على الهواء او تحت الهواء وقتها يقرر ابو سلطان. عموما يعني سعود يطالب بتدخل ابو سلطان، بس انا بدخل معك في محور سعود. تفضل. ايش رايك في علاقه زملائك بك كلهم بشكل عام اجمالا؟ والله علاقتنا الله يمكن الحمد لله علاقه زينه. ليش من بدايه البرنامج كل ما يجي سؤال من تتمنى يطلع يقترحون اسمك؟ والله اني ما ادري، لكن اشوف يعني على اسلوبهم معي وحركاتهم معي فدعوه عادي. حركاتهم معك ايش؟ يعني نمزح مع بعض، يلعبون 400 100. لا مو 400، اخاف ان انا اسلوب نواف. وكنا متكاتفين. ما سؤالي ليش في كذا موقف جدي، حتى قبل 3 ايام سالم الغامدي كان يطالب بخروج سعود علوش، ليه؟ وين الدليل؟ في مقطع لسعود عرضناه. طيب مو بلازم، دامك انت تحتاج ادله لعلاقه زملائك بسوي سكيب. ايش انت علاقتك بزملائك؟ ليش قاعد تقاطعهم؟ متى قاطعتهم؟ خلينا نشوف المقطع ونرجع. اعطونا مقطع سعود علوش مع سلطان، مقطع 14. ما انا ماني فاضي قد اثبت لي، وين الدليل؟ هم خلي ان شاء الله يطلع، امنيتهم ان شاء الله تتحقق. سلام بصل اللي بيقطع السالفه. اي ان شاء الله هم قاطعين. المهم يطول العمر السلامة. فيصل علومك رجالا عساك. ايه. طيب ها شفت هو بشر عليك. ها انا عمك جاك الرجال يطول العمر. وصل رسالة ما رسالة عساك. طيب وهو اللي صحتك يروح يطول العمر. دقيقة قول لي لا الله. شوف لو عندك سالفة مهمة ما هي مشكلة، الرجال بيسولف. سجنا يا رجال. سجنا ما سجنا. وين عند سالفتك؟ سالفه ذا الحين الشرهان ولا سالفه؟ باخذ علوم اخوي بزويمن. روح عنده. باخذ علوم اخوي. روح عنده. انا قاعد اعلم كلكم. ابو مسفر علومك. سعود. ما تحس يضحك؟ سام طال عمرك. يضحك؟ لا انا كنت اصلا ابطقطق على سلطان بس اني اضحك معه بس. طيب نواف يقول طقطق عليك.
لا نواف مو مطقطق. نواف بيطقطق عليك زي ما تطقطق على سلطان. نواف بين هذا وهذا. ايه نواف ها؟ نفسها ولا لا 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 بيطقطق عليك. لا لو طقطق انا بعد بطقطق عليه. وش المشكلة؟ لا لا ليش الموضوع الأول تحسست منه وهذا جالس تضحك عليه؟ الموضوع الثاني قال لي خاصهم 5000 نقطة اسحب معك. مطالبتك يا رجل. شوف وقال لي كذا طرق. والله ما رصيف ولا تعرف الطالب. إيه؟ ولا تعرف تسولف ولا ما يقول لي حتى زملائك معطينك اي مجال في البرنامج يا سعود الله يرضى عليك والله العظيم ضحكت على مطالبتك قبل شوي لان مطالبتك لو نفس الاسلوب لو نواف مو بغامضي ما كان يتكلم يا رجال خل عني مطالبتك نفس الاسلوب اللي متخذه مع زملائك يا رجال انت استصغار فيصل لك اجيك اللي توقعت اسمع حبيبي ترى اللي يرد الكلام كذا ما عنده حجه اسمع كلام عشان ترد ابغاك ترد علي خليك قوي في الكمبيوتر روم لا ترد الصياح بالصياح عشان يضيع الصوت انا حتى فيصل الدبلي اللي اتوقعت انه يكون فعلا اخ كبير ويمشي الموضوع ويحاول يقوم عشان ما يحاول يحرجك احرجك ذي المره لا فيصل احرجك هالمره طيب لا لا ما طقطق عليك لا فيصل احرجك فيصل اخ فيصل احرجك ما طقطق عليك لا 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 ليش نواف ما لا تقبلت منه وتقول لا تقبلوا مني هالفعل اسمعني اذا انت ما ترضى اذا ما ترضى يا حبيبي يا حبيبي سعود 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 سالفه نواف اكس لان ما عندك دليل ما في فانا لا. ما ابغى اسمعك لا 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 يوجد دليل لا 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 يوجد دليل حبيبي يا حبيبي يا سعود سعود قول لا لا انت اسمعني انت اسمعني انت قول لا انت اسمعني في شخص يا حبيبي يا كابتن في شخص صور في شخص يا سعود 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 دقيقه طب اسمعني انت اسمعني حبيبي سالفه نواف انا ما ابغاها لان ما عندك دليل تمام انا اسالك الان عن مقطع سلطان لان في دليل تمام هذا المقطع حتى فيصل تكلم معك بادب انت للاسف ردك على فيصل يعني ما ادري فيصل عراك كشفك احرجك قدام الشاشه وقدام زملائك حتى قال لك سولف كيفك شلونك يا اخي هذا المظهر اللي طلعت به وقطع السوالف يا سعود هو اللي وصلك الى ان زملائك يتمنون خروجك التصرفات اللي في الوقت دقيقه الرجل قاعد يقول سالفه جديه تمام المجالس 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 لا لا صحيح ما يحتاج حديث فيصل قدامك تبي تشوف نفسك طقطق اخوي انا خلاك يا رجل خلاك تعرف مبطي وعرف بالله يا ابو عبد الله اني استحيت على وجهي يوم شفت والله استحيت انا والله الوقف شعر راسي يا الله يا حبيبنا حسيت نفسي صغير كذا حبيبنا الله لا يحطني في ذا الموقف حبيبنا انت الرجل تفرق حبيبنا احنا هنا في الشاشه ننقل ماده ادبيه نثري بها الشاشه صح ولا لا صحيح انت اللي جالس تسويه بعيد عن الادب انا قاعد امزح معك اسمعني 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 الرجال قال لك لا انت بالشرهان ولا انت ابن زويبن عشان نسمع يعني ما قلت سالفه مثل سالفه الشرهان ولا سالفه ابن زويبن عشان انت قلت قطع كلام الريج ما عندك سالفه تذهب انا قاعد اطقطق اخوي على اسمعني سلطان اسمعني انت ما صفت سلطان الحاله انت صفت سلطان وفيصل فيصل قال سلطان وقف يا رجل اسكت يعني الرجال قال لك اسكت الرجال يستحي عيب عليك يا ابني عيب عليك لا بالله ما بيني وبينك الا عيب عليك يا ابني ما بيني وبين انا يا حبيبي يا حبيبي لو ما هو عيب الله يشرحك لو ما هو بعيب ما وقفوك الرياجيل لو ما هو بعيب ما قال لك فيصل اسكت لو ما هو بعيب ما زعل لك سلطان يعني هذا غير صحيح سلطان ما زعل وفيصل يا ابني الله يشرحك اسمح لي من اين وجهك يوم قال لك الرجال تبغاه قمله لا تزعجنا يعني وجهك وين لا ابدا وجهي وجهي اين الحياء اين الادب وفي هذا المقطع اين هو حبيبي ما دخل لا ادب لا 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 دخل لا يا اخي صل على النبي انا الان انا الان انا الان اسمع انا الان اسمع انا الان في فقره نقد انا الان في فقره نقد ثلاثه اكبر مني ممتاز الثلاثه اكبر مني لو قال لي واحد منهم اسكت اسكت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يقدر كبيرنا إذا قال لك الرجال احترم الجلسة الرجال قبل يسولف قال يا فيصل أنا عندي سالفة لكن خايف الرجال يخربونها ويقطعونها قال فيصل لا والله إن شاء الله أخويانا يستحون ولا بيقطعها إلا واحد ما في خير لا ابدا ما قال قال بداية المقطع يا شيخ سمعناه وحنا انت انت كيف تسمع كيف تسمع؟ كيف تسمع؟ أنت تسمع زينا؟ إيه أسمع إحنا زينا. سمعناه بداية المقطع كيف تقول ما قاله؟ إيه بس فيصل مو مقطع كذا فيصل أنا قمت أنت كيف قالت أنا قبل البرنامج أقول لك شيء أقول لك شيء والله ما خص منك إلا 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 محمد مسفر المفروض اسمح لي المفروض يا محمد مسفر إنك إذا لقيت لك واحد عليه صفقة جتها صفقة في جلسة والله طنشه قل له اسكت يا رجال ماني طيب اسكت أنا طيب يسكت
لأنك الرجال كلهم يبغون يسمعون السالفة، كلهم نايف والدبالين كلهم إلا أنت. إيش حالك؟ صحيح كلهم أنا قاعد كلا كلا أسمع السالفة إلا فيصل. إيش حالك أبو مسفر؟ أنت جلستك هذه فيها مشكلة أصلاً. وش فيها مشكلة؟ جلستك على مشكلة. إيش فيها مشكلة؟ باب ثاني. أنا عندي قصة تناسب الموقف ذا وبكم تعلقون عليها. فيها ولد حديث سن يعني صغير يتعشى مع الرجال، المهم ورجع لأمه قال يمه أنت بتقول لا تبدأ في اللحم، لا تبدأ في اللحم ولا لا بدأ الرجال وأنا أبدأ ما حد يقول لي شيء. قالت تاركينك الرجال ما مستحين منك ولا يبغوا يفشلونك. قال لا 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 ما اللي يشوفوني. قالت يشوفونك هلا جا من بكرة العشاء أخذ السكين وقلبها على أنك بتقطع لهم وشوفوا شو يقول لك الرجال. قام الولد من بكرة جاء على الذبيحة وقلب السكين يبي يقطع لهم. قال يا ولد وينك غادي؟ السكين مقلوبة. قال ها؟ فانتبه ان الرجال يشوفونها اصلا بس انهم معطين على جوه. سعود يقطع السوالف ويلعب ويعبر ويعبر. دقيقة وش غير صحيح سالفة؟ ما في الا المقطع هذا، جيب لي مقطع ثاني. طيب خليك بعد دقيقة انا ما اكلمك، انا اكلم المشاهدين. يقطع السوالف. دقيقة حبيبي. يقطع السوالف ويخطي على زملائه والناس مدين له وساكتين ويبون الامور تمشي ويبون ذا البرنامج يعدي على خير. الين طفح الكيل. صغير طفح الكيل عند فيصل وسكت فيصل. اتمنى يكون درس لك يا سعود. وان كان درس وانا اتقبل من اخوي فيصل. هذا الراس انت تقول صغير سن ولا كريش كبير عقل. اين العقل في الحركه اللي سويتها؟ انا هذا الحين قاعد اعطيك على عقلك. انا اسال لا انا اعطيك على عقلك الحركه اللي سويتها. انا اذا جلست في مجلس احترمت اللي معي. انت تقول كبير عقل، اين العقل في الحركه اللي سويتها؟ اين العقل؟ اين العقل يا ابو عقل؟ اين العقل يا ابو عقل؟ يوم قال لك الرجال اسكت ولا اسكت. اين العقل يا ابو عقل؟ يوم رجال يوم رجال عمره اربع اضعاف عمرك ينصحك وانت ما تسكت. اين العقل؟ اين العقل؟ دائما الانسان دقيقه شوف الفاظه هي بوجهه. انت اسكت دليل اصلا انه اصلا ما يعرف يسولف. ما يعرف يسولف هو ما يعرف يتكلم. هذه امكانياته ترى. تفضل يلا تفضل اتحدى يتكلم او يعطينا جمله مفيده وسالفه. يلا عطنا مبرر. مساكتين يلا اولا انا كنت جالس توني قايم من النوم ومروق وقلت خليني اطقطق على اخوي. هذا واحد كنت اطقطق على اخوي يوم امس. دعوه بسيطه ما فيها شيء. بعدين اجلس اتكلم انزل جوالاتكم فولو يا فول. كمل كلامك كلنا فول. نسمعك يا غالي. اسمعوا قصته انه فوال يعني انت جلست في فوال يعني اسمع اللي بيتكلم. تفضل ايه تفضل. كل طقطق انا اخوي ودعوه بسيطه وان كان يخطيت فابو علمان كان الاخ يعد الخطايا ودعوه بسيطه ما فيها شيء. يعني انت اخطيت يعني خلص. انت اخطيت ولا ما اخطيت؟ اقول لك انا يخطي. انا مني سؤالي واضح. لا لا تدخل فيصل معك لما ناقشك فيصل لانك مخطئ ولا لانك لست مخطئ؟ ايش تدخل فيصل معك لانك مخطئ او ليس مخطئ؟ لا فيصل كذا شافني مخطئ ما تدخلني. يعني فيصل راك مخطئ صح؟ ايه يعني انت مخطئ. ايه يمكن فتقاطع اصواتي. طيب انت قبل شيء تقول اني مخطئ. طيب انت ولا تقول كان انا اقول نيت. هي شوف قول لا الله اني شفت انك انت ما تعرف تسمع ولا تفهم. شفت المشكله؟ اسمعني قول لا اله الا الله. قول لا اله الا الله اني ان هي لكن اخوياي يفهمون اني انا بقاطع اصوات متعمد. طيب لو انك مزحه وعرفت ان فيصل تدخل وانت مخطئ كان سكت. الدعوه بصير عادي بين ادم يخطي ما عندي مشكله. شفت الموقف إيه؟ كله في كفه. لو خلص طقطقه ونوى يقلب جد لو لف على سلطان قال اعتذر مني خلاص انت موضوع. لكن يوم خلص وحجره فيصل قام مشى وطلع برا الهنجر محمد السر. يا الله صدعتنا صدعتنا يا الله يا سعود حبيبي حنا تركناك تبرر خلنا نسولف. ترى راس مال نقول قفل معك بس اصبر نرد على بعض دقيقة دقيقة لو سمحت. يلا جهز لنا واحد فول على ما نسولف. ممتاز. يلا جهز واحد فول. يلا علي. أنا أقول عندي سؤال. أنت ليش ما تجي الزين الحين؟ صح. أنا جالس زين. متوتر. اجي الزين. متربع. يلا خله عادي بعد بس يلا عدل عدل رجلك. فهمت. أنا ما يعني والله مو لا. ما يعرف ما يعرف. لا خله عدل عدل رجلك. يلا علي فهمت الفكرة؟ يعني لو أنا مثلا مزحت ثقلت اليوم على سام والله آسف امسح وجهك. أنت الموضوع خلاص يرجع سالم للموضوع. لكن مسألة إنه أقوم كذا معناته إنه لو انا حاس وحاسب حساب المواضيع والامور وعارف كيف اوزن لها عذرت وقفلت. لكن هو مو عارف يحسب الامور فانا ليش اجيبه واقول انت اخطيت وما اخطيت ما اخطيت. سعود لا يعي ما يفعل في البرنامج. اعطيك معلومه انت الموضوع. اللي يقول انا احترم فيصل قال له فيصل يا رجل اهدى خلنا يسولف.
لين وصل قال انا ما ادري عاقل، نفس الجمله اللي قبل شوي، انا عاقل كبير سن ما تسوي. قال له فيصل انت عقلك اكبر من عقولنا. ايش رد على فيصل؟ قلت توك تدري يعني هل انت عقلك اكبر من عقل فيصل؟ يا اخوي انا اطقطق يا اخوي. طيب الحين اسالك سؤال، دقيقه لا انا اطقطق. السؤال، انت عقلك اكبر من عقل فيصل؟ لا ابو علمان ما شاء الله يعني عقله اكبر من عقلك. ابو علمان حكمه هو كلام الواد ما شاء الله عليه. والله العظيم الحين مظلوم الدبالين يوم نحطه في مقارنه مع هذا. يا اخي تادب، نزل رجلك انت قدام ناس يا اخي، تادب عليه. خلاص سو جلست علي تادب عليه، تادب تادب تادب، نزل رجلك تادب، استعلى وجهه هذا يا اخي. ايش التصرف؟ قارنا مع فيصل سعود. سبب سبب تمني زملائك مغادرتك هو اسلوبك معهم، تمام؟ غير صحيح. شكرا. شلو لي سعود عشان اذا بعدين قلنا اجلس زين اربع مرات انا ما حبيت اقولها، لكن فهد نصحك خلاص قال لك نزل عادي، يعني موضوع بسيط من اول. من ضمن الشخصيات التي يرغب، وانا متاكد ان اللي يرغب انها تخرج اللي هم سلطان البريك، صح ولا لا؟ يبغاها تطلع سعود علوش. ايه يبغى يضغط سعود علوش، ترى مسبب خنقه لسلطان البريك، تمام؟ وانا ما الومه، ما الوم سلطان، والله ما الومه. قدامي شخص محسوب عليه متسابق، محسوب عليه اخو في البرنامج، ولا هو عارف يمسك تصرفاته، ولا هو عارف يحسب حساب الامور. لكن انا اقول حركه ثانيه، البلا في البلا في تركي سبيعي، تركي سبيعي اتمنى ما ياخذ الحصانه. ليش؟ لانه هو اللي رجع سعود علوش، هو اللي رجع سعود علوش. بلانا في تركي سبيعي، هو اللي رجعه، كان في البرايم، الله يسامحك، كان في البرايم، كان في البرايم مخلصين. سعود اخطا تركي اخطا خطين، اخطا خطين في البرنامج. الخطا الاول وشو؟ رجع مثل هذه النوعيات التي تثقل دمها في الهواء، اقسم بالله قلدنا في الرادار، كيف تقلدنا؟ يا الله يا اخوي يا اخوي، انا عندي مشكله. دقيقه، لن اتجاوز، لا 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 تجاوز بالله عليك، مستحيل. بس نقطه بسيطه، فيصل الحازم من يمنعه عن، ليته يهتم بالرياليتي مثل اهتمامه بشنبه. يومياً ينعم هذا الرجل، يومياً يحلق الربع. يومياً يحلق. اخوان يومياً، والله انه يجي الحلاق وهو منعم. يعني مشغل مشغل الشنب. طيب مشغل الشنب. طيب ابغى نايف اليامي، نايف اليامي ليت يجينا في الكونفشن روم بشكل عاجل، لان عندنا اليوم دخلات كثير ترى. لسته طويله اليوم في الكونفشن روم. اي دخله؟ اسالك بالله تسكت، اسكت بالله، لا 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 جيبها جيبها بالباطل، لا 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 مشاهدينا 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 يا حبيبي خلاص بيعلموني واقول لكم ان شاء الله انه يا هذه مجموعه انها افضل مجموعه اشتغلت معها فقرات نقد من يوم دخلت. طيب على طاري افضل مجموعه والتشكيله، في تشكيله سواها ناصر الغامدي اليوم، تشكيله غريبه جميع، مدري غريبه، تشكيله السجن المطرودين من القريه. والله اي احد المحالين للتقاعد، المحالين الى الاوت، يعني الاكلبي كنا بيعدريف، كنا بيها هذا مع عدريف. الأكل بمبارك استبعد مسفر بربيثة بطريقة أخرى. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا بعوض ما شاء الله. شوف الكوبرا، شوف الترتيب، شوف الشغل، شوف تحسين العلاقات العامة. شوف شكرا يا بعوض، والله سمول شاي يحب قلبك والله، سمول شاي يحب قلبك. شكرا ابراهيم، بيضر وجهك وجهه عقالي ابراهيم عقالي، الله يرفع قدرك. هذا محل الشيخ فلاح، الله يعطيكم العافية. شكرا، الله يعطيك العافية. دعاية محل الشيخ، انا توقعت انه في حفل الرابح. انا انتظر المايسترو وليد فايد يدخل علينا. بس والله شخصيا هذه خفه الدم يا اخوان، اسود علو شو يدرك فيا. هذا هذا يا اخي والله، هذا يوم دخل قال مسكت علي الحين اسمه شاهي، اسمه شاهي هو طبقت هي الحين. طيب يا اخواني الرجال جاي مكرمنا، شكرا لك، شكرا يا ابو، شكرا وجهك والله. وهذه المسح يا علي، احنا هنا لا 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 والله لا والله الاعتذار حق. شكرا شكرا يا فلاح على وبيض الله وجهك هذا الشخص. طيب محل شو اسمه، خلينا نتكلم عن فقره يا جماعه الخير، فقره ساعتين. ناصر استبعدهم من البرنامج، مو بناصر هو ابتلش، تركي الدوسري استبعد ما شو اسمه وليد وليد ومبارك استبعد مسفر، اشغل ناصر كل يوم يجون الاخرين. ناصر ابتلش، سوى فكره السجن، ما كان في سجن. المشكله انهم واحد دفع خسر فلوس، دخلهم هواء ابتلش فيهم ساعتين، خلى لوكيشن ابو كاتم ساعتين. ابو كاتم اوت، ما ادري وين لوكيشن الحين. صدق ابو كاتم الاسبوع طلع ما عاد في السجن.
ترى فقرة مكاتب في السجن صدق والله. علي والله صدق ايش الفقرة اللي ساعتين؟ ايش يبغون؟ ما هي فكرة السجن؟ المشكلة واضح انه مصطفى كان ناوي يدخل بكاركترات ويغير الجو فهمت؟ بس دخل مع وليد. وليد مو عارف الجو فهمت؟ وليد ايوه والله وطول فقرة والله اني بحبك والله اني بحبك مع العلم بعد الحب يا بالحلال أتابع الاثنين في السناب ترى مصطفى يمشي وليد له ثلاث ايام يهب له كوكتيل اليه مزحمية ويرجع يفهم الفقرة اشرح له فقرة السجن اسمع جاب له كوكتيل قال مسفر الوليد يا وليد والله انا قال بعطيك برتقال لكن لا قلت انا كوكتيل للكوكتيل يعني خسره خسره طيب ليش يدخلون هوا دام جوهم حلو في السناب خلوكم بالسناب ليش يدخلون ليش تكون سناب القناة مع ابو سمرة حسن طيب الحين وليد ماسك تيك توك ولا ماسك السجن ولا ماسك ايش ولا متسابق يبكي في البرايم ما تدري وليد امبوستر وليد امبوستر برنامج هو انت تدري انه هو الامبوستر بس هو يسوي نفسه مجنون يا وليد مقدر ذلك اجلسوا مع بعض صارحوا بعض ساعتين بعدين كل ربع ساعه يطلعون كذا شوي لحالهم يا قاعد اكشن وبعدين كلكم وسلطان البريك فكوا الباب حر ايش الباب طب فكوا الباب خارجي لا فكوا باب السجن باب السجن حر باب خارجي مو بحر يا سلطان طب فكوا الباب الخارجي لا 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 حر بس فكوا باب السجن عني افتحوا بس السجن السجن بس باب الخارجي لا تفتحوا لي افتحوا باب السجن حر علي صحيح. السجن كله مخرم طيب هلا لو يدخل عبد الله عتيبي دخل مع الاسيام ساعتين ليش ساعتين ليش؟ لأنه أصلا متسابقين حضرة المتسابقين اللي عندنا اللي الواحد جاي يشخص على البرنامج اللي أبو سلطان مفترض يضع قرار إن الساعة 4 اللي ما يطلع خصم 17 مليون من حسابه ومن رصيده متكين ما يطلعون للساعة كم؟ 6 المغرب تمام ليه؟ عشان يشحنون قوتهم للفقرات وما بعده من رياليتي لأنه ما ينامون للساعة كم؟ 10 الصباح مسألة إنك تخلي المتسابق على كيفه لا يا حبيبي اولا قتلت الفقره اللي تجي بعد الرياليتي اللي يجيك بعد دخل العصر افضل فتره حر. اللي بعد المطبخ الى العصر اللي هو هذا العصر في فتره ساعه وربع او خلها سجن هذه كانت فقره رياليتي حلوه حطها سجن لكن من ثلاثة الى الساعه 5:18 دقيقه ساعتين وربع على السجن على السجن وعلى البلاك ولا في زوم كلها لونك ما في كاميرا واحدة ارتاح فيها كاميرا واحدة ترى ايه المخرج ايه المخرج ليه؟ راح تغدى ودير وانبسط من اللي شغال في الكنترول كله من؟ حق المراقب بس مراقب البث مهندس الصوت راي كلهم راقدين ترى يطلع وليد ازيك يا ريس عامل ايه يشطف طريق المزحمية ليه؟ يروح يجيب صوت ايوه مفتوح كل شيء اريح فقرة للطاقم الفني معليش بريك لا ساعة 45 دقيقة لا ثانية فقرة السجن كانت فكرته شو؟ كاركتر لما كان عامر شو اسمه هي دائما سرجان السجان صل على النبي السجان ترى اهم الفقره احسنت كاركتر السجان اهم صح من الفقره نفسها هذا اللي كاركتراته ايش ما ادري هو اللي يعطيها خلينا نتناقش في مساله ناصر الغامدي الله يبيض وجهه عنده مشكله بند المشكله في بند والله انه علم الغالب عنده في بند خطير انا من يوم كلمني وانا قلت النعنى من ذا البند ما هو على كل عنده بند البند شو بند مزارق الطيب والله انه رجال دام انه حتى في العقود رجال خلاص اشهد انه بند بس بند قلت لنا هذا البند بند مزارق الطيب شو جمع 9000 مقدم حلو هو ما يدري شو فقرات ما يدري هذا مين وهذا مع مين وهذا تبع مين ما يدري يوم جينا في القناه ابتلش ناصر الغامدي ابتلش الراجح ابتلش اليوم من اللي ابتلش فيهم مسفر من الرميد حطه مع من مع ابشربي اكل في مشكلة أبشربي مع مسفر من رميتها في الجروب وشخصية أخرى وشخصية أخرى غير مذكورة وشخصية أخرى غير مذكورة هي عرفتها؟ من؟ سالم لا رعد لا لا بعدين أوكي تمشكل مسفر مع أبشربي حلو؟ إيش تمشكلوا عشانه؟ تمشكلوا عشان الأسر المنتجة يا رجال ليش؟ أبشربي يقول المسفر دبر أسر منتجة لو من تحت الأرض عشان يقص او انقلع من فقره يبي يفطر يا بشربي ايه يبغى يفطر إيه؟ حلو افطر في البيت وتعال جيب طاقه ابشربي يقول المسفر مرميده جيب فطور ولا اطلع من فقرتي ايوه إيه؟ والله السالفه والله اطلع فطور اجى ناصر نشب في ابشربي ونشب في مسفر حط مسفر قال تعالى مسفر بنشوف لك ما في البدايه ترى كان بيفتح المسفر محل شاي عشان تكون بالصوره شاي كاريزما اي باختصار كان بيفتح محل شاي يمكن عندك علم صاحب الفكره والله والله ناصر اذا عظيم ناصر عظيم والله والله البند طوال انه من باب ما ابغى اقطع رزق احد عادي يعني الله يبيض وجهه دخل وليد جاء
جاب ومكي على هيسلم قال انا عندي واحد ضايع في ما ادري فين وضايع من هنا في كان في جده جبه قال جبه دبه ما عنده الا دبه على فكره مسفر ترى حقد على فلاح العاصمي اصلا دخل طالب بالشاي حقه خلني اعلمك فكره وليد يا اخوان كانت متسابق لا كانت تيك توك كانت تيك توك ايه طق حطه متسابق دخل ابو سلطان فجاه طرده خرب المشروع خرب المشروع يا ناصر بلاش ابو سلطان هنا زعلان واني والله اني طردت وقتت عليه وتاثر ابو سلطان على خفيف تحسف بعد الجلد في تويتر قال انجل دم سلطان صراحه انا اعطيك الحقيقه الغايبه والاسباب الان انجل ابو سلطان انجل دم سلطان دق على ناصر ما تقدري عطى فقره اسمع اسمع لا لا قال والله انا نشبت افزالي بتويتر هو يحب تويتر هو جمع يا امس ناصر جاب صحنين فطاير هذا الكلام امس انا شفته بام عيني صحنين فطاير يا اخي والله السالفه دي هبرك من المتسابق هبرك والله من سوالف سعود علوش قال تعال انت ايش عندك ايش تقدر تقدم لام القناه هذه انا باني سجل تدري حط اثنين في السجل اكرسهم اكرس اثنين في السجل هل الكاركتراتهم متوافقه ولا هي بحال بعض هو يدري ناصر يدري ما هي متوافقه بس فين يحطهم هم مثلهم مثل من هل خذ هذه المعلومة ناصر ما كان عنده نية أبداً بإنشاء شاعر القمر قطع قولاً واحداً ليش؟ أنشأه عشان عادل لا لا والله يمكن والله يمكن لا لا والله يمكن بند درق الطيب لا 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 الدليل فين؟ الدليل فين؟ الآن عندنا اثنين زياد الشهري كلهم سوكي لا لا بالعكس لا 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 تكذب لا 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 قول الصدق أسألك بلا تقول الصدق لا والله ما كان في شاعر القمر يا رجل أنا عندي سكريبت البرنامج من ثلاثة أسابيع لا 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 وموجود والله عادل هيف أقسم بالله ما كان في شاعر القمر من أسباب القوية اللي خلت يسوي اسمع والله ما كان في شاعر من أهم الأسباب إن عادل لا أنا ما أدري عن الأسباب بس من أهم الأسباب فرق بين يقول لا يروح مثلا أقطع رزقه مسفر لا بغى ينقطع رزقه فقال لا أجيب عادل هيف بلش طيب دفه في المظاليف خلاص طيب معنا نايف الكم في الشروب خلاص نقطع اسمح لك تقطع سالفتك اقطع أمه شوف يا سعود اسمح لك تقطع سالفتك اقطع أمها بيض الله وجهك شكرا شباب وضح لنا ما كنا الله يخليكم لنا يا لطفاء يا زينكم معنا نايف الكم في الشروب نايف مرحبا كيف حالك؟ الله يعافيك سلم عادي ترى في أي لحظة من لحظات النقاش معك تقدر تستأذن وتروح تشوف الجوال وترجع لنا تمام؟ يعني في أي فترة من الفترات إذا أنت حاب تروح تطلع على الجوال وردود الفعل إذا أنت حاب تعتذر من شيء اعتذر إذا أنت حاب تصعد شيء صعد خذ راحتك سمطلع. المجال مفتوح لأن يبدو أن الجوال يتحكم فيك وفي علاقتك بزملائك وفي شخصيتك وهذا أمر طبيعي وواضح وجلي ولا في جدال يتحكم ولا عليك أمر يتحكم في إيش في شخصيتك وفي كلامك وفي ردود فعلك طيب سم طيب وفي رأيك بعد طيب الدليل تبغى دليل مثل ما قال سعود علوش سام أكمل عاوز الدليل نجيب نعم. الدليل طيب الدليل النايف ما كان موجود في جلسة صار فيها نقاش أيا كان هذا النقاش نؤيد نعترض نرفض نوافق صار نقاش محمد الودعاني مع مجموعة شباب جلسة جميلة كانت يتناقشون فيها طبيعي كل واحد يبدي وجهة نظره صح خطأ كيفهم الغريب النايف جاء ما أدري أسميها لقافة ما أدري أسميها بيعة ما أدري إيش أسميها ما أدري إيش أسمي هذا الشيء جاء نايف في جلسة ثانية كب العشاء وهو أصلاً مش موجود في هذه الجلسة الأولى خلونا نشوف المقطع رقم 4 ونرجع لكم جانا إبراهيم عوض قال يقول أبابا إن الشيخ باعكم كنا شبعنا بشبعنا فيه قال ما أدري شو اسمه على السؤال على السؤال سألني الربع سؤال توتمهم فيه قال لو جاتك اختك مخبوطه وهي مخطيه ايش بتسوي له ما ادري ايش رد ابراهيم به قال محمد الوداني قال ما ادري ايش قال النساء نقصات عقل ودي يا رجال والله العظيم طيب هنا تجني طبعا ليه قال السالفه صدق بل تجنى على زميله قال كلام ما قاله زميله طيب راح نايب بعد الجلسة ذي يوم شاف ردود الفعل في تويتر أنبه ضميره وجاء يعتذر وبين سبب اعتذاره أنه ردود فعل الجمهور وليس اعتذاره من شخصيته خلونا نشوف المقطع رقم 5 ونرجع لكم حصل شيء بسيط وسوالفنا بعض السوالف ودارت اليوم العصر وجاني واحد من الإعداد وشفت بعض المقاطع اللي ما رضيت بها
وشفت ان الموضوع جامعني معك وانت حر ووخ كبير في قدرك، ولا حبيت اني اطلع بالصوره دي قدام الجمهور، والجمهور لابد من زايد وناقص، ولكن اهم علي انت يا اخي، والله اني صادق جيتك بيني وبينك وقدمت اعتذاري وحبيت على خشمك من غلاك، هذا من طيب، هذا شيء بيني وبينك. وللتوضيح والله والذي نفسي بيده اني لا عمدتك ولا رضيت عليك بمهونه وتكرم، ولا هي مني اني احطك في ماقف ما هو لك، ولكن كانت مزحه وكانت سوالف بيني وبين ابو عاصم، جعل ربي يطول عمره وهو من كل خير قريب، العذر من شمال، ولكن انت تستاهل الشيمه، والرجال لما قدهم اخوياه ولا يعتذر منهم ولا ينثني فما في خير، والله اني صادق، وانا من الناس اللي لما اني زليت ولا لما بدر مني علم والله اني احب اني اعتذر في وقتها، هذا من طيب والسين عليك مما جاك والمعذرة منك طال عمرك وانت اخ كبير، والله اني صادق، الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك، والله العظيم انك غالي، والله اني صادق. يلا بعد ما شفت ردود الفعل انا اعتذر، قبل ردود الفعل الاعتذار لا كلام، بعد ما شفت ما ادري منهم الاعدادي اللي منهم من عدي اللي اعطاك المقاطع. اولا حياك الله يا ابو عبد الله، بس انا سؤالي هذا لان بندخل في الموضوع الثاني، بس هذا سؤالي وبعدين بنفصل يا نايف. انا سالتني سؤال طال عمرك، بس نايف سم. انا قبل عشان نفصل في الموضوع ناخذه واحده، من المعد اللي وراك الجوال؟ من الاعداد. ما يحتاج اقولها يا اخي، عادي يا اخي عشان ما نشكك في الجميع. لا لا ولا تشكك في الجميع. من هو؟ انت تقول معي جوال واني شفته جوال. يعني انت معك جوال؟ نعم. هذا ممكن. اعتراف ثاني ابو سلطان قدام عينك من نايف ثامر، سالفتين، الاولى ان معه جوال، والثانيه يتهم الاعداد زورا وكذبا انهم قاعدين يعطونا المقاطع. تفضل. هذا الاعتراف ان معك جوال، انا ما يهمني معك جوال ولا لا، هذا الاعتراف انا باخذه من طريق ثاني، ان الاعتذار الذي قدمته ما هو بالمحمد مساعد، الاعتذار اللي انت قدمته للجمهور عشان قلب عليك. حلو. ترى 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 الاعمال بالمقاصد يا استاذ نايف، انت قلت انا شفت بعدين رحت اعتذرت، هذا دليل انك لم تعتذر لاجل محمد مساعد، محمد مساعد لا يشكل اي قيمه في هذا الاعتذار، وانما هو جسر او كبري للوصول الى للجمهور حتى ان خلاص اصلحوا محمد مساعد وانتهينا، هذا اسلوب غير لائق. هذه نقطه اولى. النقطه الثانيه اسمع مني يا ابو عيان، اسمعني انت، خليني اكمل، افدى وجهك الله يسامحني. اولا انت اسمعني بس، او انا ما قلت اولا عشان اقول اول، خليني اقول اولا حقتي وثانيا وثالثا بعدين قول انت حقاتك. سم. إيه. ثانيا يا سيدي الفاضل، انت ما كنت موجود في الجلسه. حلو. فهل نفس المعد وراك المقطع؟ طيب نتجاوزها. ثالثا يا سيدي الفاضل، انت الان سلمته، المشكله ما هو وحيد تسلمه، ما هو تعريف سلمه في برامج الواقع؟ عشان خلينا نعرف كلمة سلم. سلمه يعني زميلي، زميلي جاب العيد ومرت، اروح انا على الهواء واقول انت شوفوا جاب العيد، اي زميلي جاب العيد على عيد زميلي، نعم يعني شوفوه. اي ليش السالفه ما هي اخبار، السالفه ليست تنويه وليست مدعاه للضحك وليس دفاعاً عن الفكرة أو مخالفة لوجهة نظر، وإنما هي عياناً بياناً تسليم حتى تعود عكسية على محمد مساعد. الدليل سالم الغامدي ليلة البارحة أو قبل البارحة أقسم بالله أن هناك من المتسابقين من يريدون ويسعون ويدعون الله صباح مساء أن يسقط محمد مساعد. صحيح. واكتشفنا أن الأستاذ ما يفحدهم، دليل ذلك ما عمله، ما هو المبرر لهذا العمل؟ والله تاكد، ثم والله تاكد يا فهد، ما في، لا تحلف بالله، لا تجعلني اني اروح ولا تحلف، اسمع مني انا اقدرك، اسمع مني انا اقدرك انت واللي معك. لا لا اسمعني، اصلا على رسول الله اسمعني. اول شيء لا لا اسمعني، اول شيء اسمعني اسمعني، بالنسبه للموضوع تخطي، لا لا انت تخطي، لا 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 ماني مخطي، لا لا تكذب، لا لا تكذب، انك تقول صلى على النبي. اسمع مني، اسمعني الله يحييك، الله يحييك يا نايف، يا نايف يا نايف، اهدى 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 يا سيدي يا نايف، نايف نايف، لا تنزل بي في زاويه ضيقه بنزل بك في مثلها، اسمعني يا حبيبي، اسمعني يا استاذ نايف، يا كابتن، كابتن اسمعني بس، اسمعني، اعطيك مجالك للرد كامل، ترى ما يطيح من فم الرجال، يطيح على لحيته ما يطيح على الحانه،
لا تقول تكذب. لا 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 الكلمه اللي طاحت من فمك تطيح على لحيتك ما هي على لحيتي. لا تجعلني انا الرجال اسمع انا الرجال والجمهور يعرفوني يوم عاد ما حد يعرفك انت يوم عادك مجهول يوم عادك صفر على الشمال وانا طالع معروف وانا طالع معروف انت كلامك الفاضي انا كلامك الفاضي ولا كلامك حسب الجيل انا كلامك حسب من علي ولا كلامك الفاضي ما هو بسوق الرجال ما هو بسوق الجيتر لا 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 اسمع مني ما هو بسوق الجيتر اللي سوقك يا يقولون مظلومين انا كلامك حسب من علي وفاضي انت لا تأتي وتقول تكذب انا عارف من انت انت اللي تسلم خوياك انت اللي يضحك عليك الجمهور انت الذي لا تستطيع الظهور فتحاول اسقاط غيرك نايف هذه يا نايف رجاء تكرم من الرد منه ايوه نايف لا لا تنزل بي نايف تعليقك كامل بس على الموضوع عندك بس. المجال انا وعدتك انك ترد المجال لك للرد حياك الله تفضل اولا انا جالس داخل وقد خلص وانت هالبث الكلام هذا امس قبل امس وانا اسف وجانا فلاح العاصمي وقام يضحك محمد الودعاني قال سألنا سؤال وجاوب شنار وجاوب إبراهيم عواد وجاوب فلان وفلان فلاح العاصمي من الناس اللي يسأل أسئلة للرجاجيل هو من النوع اللي يمزح والجمهور يتقبل منه ولكن فيه أشخاص ما يتقبلون منهم محمد الودعاني أخي والله لا يوفقه رجال على قولة فهد معيان أنه يسلم أخوياه وتكرم لحيتي وأنا اللي يوقف دون أخوياي وهم هو يدري طيب. واللي جنبك علي الغامدي قد سماني شرارة المتسابقين هاي سمعت لا والله انا 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 احتمل يوم خليني اوضح لك طيب اسمع نفدا وجهك نايف بدون شعارات لا لا عطني طيب المهم دخلت يا طويل العمر ويسولف معي فلاح العاصمي طيب كمل قال بس انت على البث قلت انه باضه قال لك من انت قايل في البث انه باضه قال لك جاء يقول ابراهيم عواد الحين جالسين في غرفه المتسابقين هذا شيء ابراهيم عواد جاينا انا وفلاح العاصمي يعني فلاح ولا باضه ولا يا رجل خلني اعلمك باضه يسولف يضحك مع ابراهيم عواد ايه انا يقوله جاينا ابراهيم عواد وفلاح العاصمي يدري بذا الكلام طيب قلت احنا نبغى نرقد فلاح العاصمي سريره جنبي ولا فتح ذا الموضوع ابراهيم عواد قال يا ولد يضحك قال الشيخ فلاح يقول السؤال الفلاني انه ناويكم هو يضحك باض علينا طيب فلاح يوم قام فلاح العاصمي يضحك طيب. قال والله انها صارت طيب اوكي قال لي الخبر جاك من فلاح من الخبر من فلاح العاصمي انا اجي للمرحله الثانيه لماذا ذكرته على الهواء اي بس اخلص خلني اوضح منك لا انت تقول اني انا متهم خلني اوضح لك ثم ابشر انت على الهواء قلت طيب على خشم جيت يا طويل العمر قام فيلم محمد ودعاني وداخل طيب وقالوا الكلام اللي قايله انه قايله فلاح العاصمي قال نعم انا اثر الدنيا ضحك في ضحك طيب رحنا العصر في صوب المجلس ويشهد الله علي في كل كلمه اني اقولها طيب. رحت العصر في المجلس وانا جالس انا وسيف الاكلبي وعبد الله العتيبي وابراهيم عواد وفيصل الدبالي لا يوجد بث اخر في القريه الا هناك نعم. يا رجال انا جالس ما في بث الا هنا عشان ما تقول لي في كاميرات نعم ما حد صاحي الا انتم يعني كلامك انت اني ماني بقاصد اني اطلعها في البث لا يعني جالس لا قاصد لا 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 انت تقول يعني في هالحال لا اقول لا يوجد لا يوجد ركز طيب. ركز يا دقيقه المهم اني جالس نايف عشان نجيك في مساله اتهام فهد تسليم عشان تبرئ نفسك منه إيه. فهد قال لك اتهام انك خليك من اتهام فهد فهد الحقن عليه انا بخلص كلامي اذا لا تقطع كلامي يا ابو عبد الله ما بقطع بس بوضح ابشر خليني اقول عشان خلص كلامي وابشر والله لا ودي اللي تبغى عشان المشاهد يكون في الصوره انا لابد امشي معك خطوه خطوه انت في المجلس ما يوجد متسابقين ثانيين الا انتم فقط صح نعم احنا في المجلس يلا اللي ذكرتهم ذولا والباقيين اللي داخل واللي المهم قال ابراهيم عواد يسولف عن السالفه هذه قلت يا ولد انت عاد كهون البايره الحايله محمد الودعان وقلتها ويشهد علي الله ورسوله اني قلتها من طيب قلب وطيب نيه ولا لي اني ابغى اظلمه ولا احط فيه شيء من امور الدنيا طيب دقيقه يا نايف دقيقه نايف يا اخي انت نايف وغيرك يا اخي اذا جيت في كوش الروم ما يصلح كذا الكلام ذا او ترى الوقت محدود وانتم تسولفون كانك في يا ري يعني خليك تسولف انت وانا اسكت كانك في يعني تظلمني لا جاوب بقدر السؤال يا اخي مو بصحيح تورد علينا خطابنا طوله صوتك صدى تقول كانك في بير ما نسمع حتى زين اللي هو في البير اسمع 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 ها شفت اللي في البير انت يلا انا في البير نعم انك في البير انتظرني وانا فوق بس اني ما اسلم زملائي ولا اطرفهم ولا اكذب عليهم يا رجال بلا بتسلمهم تكذب عليهم وانا اللي ببزع لهم مو بوقف معهم يوم جبت تويتر راح تعذر نعم. والله ما تعذر شيء والله العظيم يا جابي شوف اسمع اما بالنسبه لتويتر والله يوم جاني واحد من الاعداد قال لي لا الجمهور محمد الودعاني قال مين عليك ماني بدل في وقت الخوي زعلان ماني بدل قلت يا ولد محمد الودعاني اسمع مني جمهور وش الجمهور وش الجمهور
ايش؟ انا في مسابقه برنامج واقعي، وش الجمهور؟ وش احلى من الجمهور؟ اروح اشوف تويتر الجمهور لهم كل شيء، اروح اشوف تويتر. ما انت بجالس عندك الا عشان ما هو بنام عينك، ما جيناك ما جيناك سواء تحذر ولا ما تحذرت، مالك جمهور. من هو؟ انت عذرك سوندا، والله الجمهور عذرك سوندا، جمهورك صفر، جمهورك صفر. اعلمك بالصدق ولا اكذب عليك، مالك جمهور، جمهورك صفر. تعذرت ما تعذرت، لكن ازين منك ما تعذر. ايش ترى عدم الاعتذار؟ ما تتعلمنا عليه هذا الشيء. اذا كان من الراس، اذا كان من راسك مو عشان جمهور اللي جاي الدوره، من راسك. انا بعتذر اعتذار من راسي، من قوتي، من شخصيتي، مش لان الجمهور قال لي معد اللي قاعد يزي لكم الاسقاطات هذه ويجيك كل وقت يوريك الاعداد ويوديك ويجيبك. لا تظلم المعد وتقول سوي سوي. لا 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 يوديك يحدرك ويجيبك. لا لا انا مع يا ابو عبد الله. انا كيف حبيبي يا شبي، شوف اصبر اصبر اصبر، روح شوف تويتر الان ولا اسال معد تمام وبيعلمكم، تجي تعتذر مني. خلي ما تعرف راسي. لا انا اعرف راسي. دقيقه يا اخوي، اعرف راسك ولا اللي هو؟ اسمع مني، انا اعرف، اعرف زين، اعرف زين يا نايم. اصبر اصبر والله ما دري يا حبيبي اني زعلان علي ولا دري. محمد ما درى عنك، محمد ما درى عنك، محمد ما درى عنك، محمد ما درى عنك، محمد والله ما درى عنك. انا اعرف والله انا راس ما درى عنك. الا انت تدري عن جمهور الطرف اللي معك. نايف نايف مرحبا. نايف عنده مزايا، يعني اللقب هذاك انا ما زلت متمسك اني اعطيه تمام، لكن عنده مزايا. نايف كاريزما، حضور، متحدث، كل شيء هذه موجوده فيه تمام، بس يذكرني بالمدافع الصلب اللي قوي امام الانديه الصغيره، لكن اذا حضر في النهائيات حاق الفريق. يعدم هو اللي يسجل في بابه، هو اللي ياخذ كرت احمر، هو اللي يحوقه في كل مكان. نايف مثل المدافع الكبير كويس، بس في النهائيات ما تعتمد عليه. هذه مشكله نايف، ولا لو انه فعلا يعني وقت المداحم ما تعتمد عليه فعليا، فعليا وقت المواضيع الصعبه ما تعتمد عليه. ليه؟ لان الرجل في مثل هذه المواضيع لو انه فعلا صادق. دقيقه يا نايف، دقيقه يا نايف لو سمحت. الفعل اللي سويته، الفعل اللي سويته، الفعل اللي سويته لو سمحت. قلنا لكم يا شباب عندكم مشكله في الانصات، احنا معطينك مجال للرد يا اخ نايف، فاسمعنا عشان نسمعك. تركناك تجاوب وتعطينا خطاب زي ما قال اخوي سالم حسين قبل شيء، ولا طلع. فلاح جاني، معد جاني، ابو فلاح جاني، كل شيء جاني، فاخر شيء ما طلع بشيء. دقيقه بنعطيك مجال للرد تمام. نايف مشكلته يمتلك كل امكانيات بس ما هو عارف يوزع نفسه، ما هو عارف. فهو وجد لقى قشه ان في جمهور، لقى يغرد عليه، قال روح غديني اكسب الجمهور. هو فعليا نايف لو انه يتكلم بصدق ويتحدث مصداقية في مجال معين وفي مكان معين في آلية معينة، لكن كل شيء يمتلك نايف للأسف صفر جنب بعض التصرفات اللي ما يحسنها في البرنامج. يعني أبو عبد الله نضرب مثال أنك أنت أخطيت في الفقرة، أروح أغرد عليه في حسابي وأنا متعمد وخطأ ممكن، يعني أنا ما أمثل بمحمد ودعاء، أمثل بخطأ بجانب آخر، وخطأ ممكن يحسب عليك بالناحية الصواب أو الخطأ، اروح احط الضوء عليه واحط الفوكس عليه واقول والله اني ما كنت اقصد، انا اعتذر لك عشان جمهورك كلمني في المنشن. لا، هذا مو بحسن نيه، هذه واضح انه تحت الحزام، وهذه ممكن من الشخصيات اللي ذكرها سالم الغامدي. نعم، اللي قالها فهد قبل شوي بس هو ما سمعها. سالم الغامدي زميلكم قبل شوي اللي البارح اخر الليل حلف ان في ناس فرحت لخروج محمد الودعاني ابراهيم، فمن الطبيعي انا فقره النقش بقول اول متهم مشتبه في من؟ نايف. نايف اللي الموضوع احنا لا حلفنا ولا قلنا شيء. منكم اليكم والسلام عليكم، زميلكم اللي اتهمكم وحنا جبنا الادب. بس حل مع سالم، حل مع زميلك، حل مع محمد ودعاي، لا تحل مع الجمهور. الجمهور لا يودي ولا يجيب. الجمهور من شيء حسابه في يوليو علي علي. شهر 7 الشهر الماضي علي علي. لا تسمع هذا الكلام اللي منه علي. ترى في نقطه، ترى في نقطه عربيه مهمه في راس كل عربي، وان شاء الله انها بعد في راس نايف. لكن شوف، بالرغم ان اخطا فاتك. عليك لم تخطئ علي اخ فهد. لا لا، كبير كعادتك. ليش؟ لاني يا اخي انا اللي يطيح من فمي يطيح على لحيتي، ما يهمني انا. هو اللي طاح من فمي يطيح على لحيتي، ما عليك. الان سالم حزام قال انا لو قلت الكلمه ما بعتذر. ايه ايه، الا في حاله قالها سعود، حاله وحيده اني بعتذر من راسي. انا اعتذرت لعلي عشان علي، مش عشان جمهوره. ما هو عشان جمهور علي يا شيخ. الجمهور هذا والله
انه 10% اللي يعني يهموني، اما البقيه ما اهتم لهم ولا لارائهم، وارى انهم غير منصفين، وارى انهم مجادلين، وارى انهم ينصرون الباطل، ولا علي فيهم، وجعل اللي ما يرضى منهم ما يرضى. الواحد انا 5 سنة في الاعلام ما عمري تاثرت بتغريده يا اخي، لا تتاثر، اعتذر من محمد الودعاني عشان محمد الودعاني يا اخي ليس فهد ليس اسوا يا نايف من خطاك الا اعتذارك صح بسبب الجمهور صح. لو ما ذكرت الجمهور والله لاحترمك، لكن تطلع تقول انا لاني شفت ردود فعل الجمهور فانا جاي اعتذر منك يا ابو عبد الله يفكر انهم بيصيرون فانزات له، مو صايرين فانزات لك، مو صايرين متابعين لك، هم مع محمد الودعاني على الخطا. انت ما اخطيت على الجمهور، انت ما اخطيت على الجمهور يا نايف. عمل اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير، والله ما نبلى رضاكم، لجلكم نبذل اللي لا يقب مستواكم، جتكم الواقع بحلة وطلة دقيقة. اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير، والله ما نبلى رضاكم، لجلكم نبذل اللي لا يقب مستواكم، جتكم الواقع بحلة وطلة دقيقة. اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير، والله ما نبلى رضاكم، لجلكم نبذل اللي لا يقب مستواكم، جتكم الواقع بحلة وطلة دقيقة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير كان بسبب فهد معيان عشان ما نظلم نايف، ختم مداخلته انا ما ادري طلعت ولا لا باعتذار، وقلنا هذا هو الاعتذار الاول لنايف بدون العوده للجوال، يعني صدق لابد ان تتدخل الاداره لمن يريد ان ينجم من جديد، بس من خلال اساليب يجب وضع حد للاعداد اللي قاعد يعبي رؤوس المتسابقين، هذه ليس برنامج واقعي، اذا كل ما طلع المعد المتسابق وجد المعدين يستقبلونه بالجوال، يا علي شوف الاحداث، شوف ايش صار، شوف ايش قاعد يصير، وشوف شوف بعد ان شاء الله ابو عبد الله الله يكتب اجره ويجزاه خير ويرحم والديه، واسال الله ان يجعله افضل واحد في العالم. مشكله عبد الله اهتم للمقدمين ولم يهتم للب الاعداد 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 للاسف عندنا فريق اعداد داخلي اقسم بالله انهم يفرحون في التغريده، يعني لك ان تتخيل انه احد المعدين اللي اسمه نواف اللي يطقطق على سعود علوش اللي خذاه رايح جاي تمام، وداه وسحب منه مايك وبغى يخصم عليه وحاسه ويكتب عليه يقول انا المدير تمام، ايوه يكتب عليه انا المدير انه مغرد قبل البرايم الاول اللي طلع منه 3 متسابقين قبل البرايم ساعه، قال الغى البرايم الغى البرايم مصدر يا اخي خطير الغى ولا الغوا لا الغى تم الغاء البرايم خاصه تم الغاء البرايم زي كذا اطالع انا انزلت المشاهدات طيب يعني بعض المعد شوف انا عندي قاعده هذا النواف جاي تحت البند المزرقط شوف خلي المزرقط انا عندي قاعده ولا بد ان تفهموها، متى ما اهتم المعد
بحساباته في السوشيال ميديا هذا اكس. احسنت. بس انا بالنسبه لي اريد معد لا يمتلك جوال مع كشاف. تعرف كشاف؟ يتواصل مع اهله بالحمام الزاجل. طيب هذا ابغى علي انا بصير معد اليوم. عبد الله الحربي تعال شوف ايش يقول عنك نايف. والله ما اعرف اول مره اسويها بس انها عجبتني. مهني لا ما بجيبه ما ابغى. عبد الله عتيبي ابغى. لا مهني بس عبد الله الحربي شوف ايش يقول عنك نايف في مقطع 12. والله ما تحسونها نميمه والله. لا تجيبوا المقطع. لا لا ما تليق بك. والله ما تليق بك اي والله. والله ماني بحب ماني بحب الفتنه بين المتسابقين. ايوه ما اقل شيء ما انت فلاح. حتى فلاح يسويها. من فلاح؟ فلاح مو موجود. مو موجود اليوم شغال تفتين. اخذ 12 ساعه ودبلها ب 24. الحين صدق مناحي كمله. ها كمله مناحي لانه ولد عم المدير. يا عيال صدق وينهم؟ ولد عم المدير سلطان. ابو سلطان جالس يغرد عنك. ومن اللي طلع فلاح؟ 12 ساعة. لا 12 ساعة اللي خذاها من خبايا. طيب كم ساعة تصير؟ الآن صارت 38 لأنها تتوالد الساعات في خروج. هل سيتم في خروج مناحي؟ دقيقة بس هل سيتم مناحي كم معيو؟ 48. هل سيتم الخصم بساعة خروج بدون إذن؟ ايه؟ اللي 5000؟ إيه بس قبل في واحدة ما سلطت عليها الضوء. خروج مناحي يا شباب. كم المناحي؟ مناحي قال زملائه قبل. إيه؟ بس دقيقه خبر مرض الزملاء يتبعون او المتسابقين. مناحي قال زملائه انا بيطلع مضبوط. وجاء في المزايده والله العظيم انه يعني شيء انا افكر فيه الان، وهذا ينم عن خلل كبير بين المتسابقين. هو قال لهم انا بطلع مضبوط، وجاء في المزايده وقاموا يزودون عليه لين دفعوا 11000 نقطه. شوف وهم عارفين انت ذكرت الخروج ان مناحي اليوم يعني لو اتفقوا كل اسبوع تذكره خروج الواحد ما تعبوا زملائهم. فين طيب انا بطلع ما جتني التذكره ذي؟ هم عارفين زميلهم بيطلع مضبوط وتذكره خروج ويطلعون عليه لو ما صوت لقى تصويت مادي. لو ما لقى تصويت مادي كان طيب. ابسلك يا ابو حزام. لا بسالك سؤال. لا لو كان محمد الودعاني تتوقع نايف اليامي بيزاود؟ نايف اليامي بيزاود في البدايه. بيزاود ثم بتذكر الجمهور ثم بتقريوس. كذا والله كذا هذه كذا. ولا بيجيه المعد يعلمه ولا بيجيه نواف يعلمه. يقول تم الغال مزاود. مو بنواف. لا اللي يعلمه مو بنواف. سالم. سالم اي رجال. معنا عبد الله عتيبي في الكوميشن روم. زيد اخو اسمع. عبد الله موجود؟ والله هم الاعداد. عبد الله شغل المايك. حياك الله عبد الله. خلل كبير. اللهم اني اعوذ بك. منو؟ الله يرحمه. وين عبد الله؟ انا ازيد لا لا منور بعابد. عبد الله منور. السلام عليكم. اول شيء عبد الله اول شيء احب انقل لك تحيات النقاد اللي عندي جماهيريه كبيره جدا لك استاذ عبد الله من طاوله النقد يحبونك كثيرا. الله يسلمك وياهم واصب عليكم وعلى الجمهور بكل خير. الجمهور الذي خافه نايف اليامي. لا ان شاء الله ما خاف. وانا مو بنت مو بنت نايف. إن شاء انا ادري انا اقول لك ان شاء الله ما خاف. واعتذار نايف على الهواء اعتقد لانه اخطا. انا ما سالتك ما سالتك. لا بس دقيقه معلش. اخطا على محمد الودعاني على الهواء وكان يعني اعتذاره على الهواء بما انه اخطا على الهواء. انا ارشح عبد الله يكون معنا الموسم القادم في طاوله النقد لان اضافه كبيره استاذ عبد الله. الله يسلمك ويجعلنا. طيب عبد الله بس كذا دردشه خفيفه. اول شيء اشكرك على جلساتك المثريه جدا العلميه وكأنك تعيد لنا جلسات هل نحن وحدنا التاريخية. للبارع يا يلا. أي جلسة؟ أي جلسة؟ اللي حقت هو نظرية نسبية. الله ما يتكلم فيها العلماء. أينشتاين العتيبي البارح. والله كفو. والله خطير. البارح أنا أتابعه مستمتع يعني. معلومات مثرية ودي. إيش اسمه عبد الله؟ اسمه. ها؟ إيش اسمه العالم؟ أينشتاين العتيبي. ايه بعدين محمد ابو محمد تراني مو من ربعي. هو عادي اختي اوروبي واعجمي وعادي يعني ماني بجون يعني. ايه امس يسميه انشتايم ترى. لا الاريحيه احيانا اختلاف اللهجات واللغات. النقاش بيني بينك تحليل ان هل الارض مسطحه او لا. لا لا ما ابغى ذي. ابى ادخل معك. انا اعتقد ان ابو محمد نقاش عقيم لانها صارت حقيقه علميه. اتفق. طيب كما تعلم. طيب النقاش فيها عقيم. بسالك حول الحقائق العلميه والفرضيات. ايه دقيقه اجل كم يا ابو محمد هات اعطني فرصه بس وسالني. طيب روح. عبد الله سمع. انت متحدث بس خلني سعود علوش بناقشه في حول موضوع معين يا شباب بعطيكم. يلا اول شيء عبد الله في كميه مغلوطات او اخطاء تاريخيه او اخطاء في احاديث قاعد تقولها وهذا خطا كبير عشان نتفق. اول شيء امس ذكرت مقوله لعمر بن الخطاب على انها حديث. لا لا انا قلت عمر بن الخطاب قال عمر رضي الله عنه
اطلبوا الاشياء بعزه فكل شيء بقدر. لا لا مو بهذه. ها لا حقت لو علم بعضكم ما لو ما لو علم بعضكم ما في صدور بعض اقتتلتم عليه بالسيوف. هذا هذا مقولة لعمر وليس عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إن أصبت فمن الله. بس لا لا دقيقة يا عبد الله. والشيطان والإنسان وقاف عند خطأ. عبد الله حبيبي أنت وقاف، لكن أنت اليوم أمام شاشة، أنت حديثك معتبر، أنت أسطورة الآن في العلم. الله. لا بد يا عبد الله أنك إيه لا بد أي معلومة خصوصا أي معلومة عادي هذه بمشي أينشتاين ذولي، لكن الحديث لا بد أن نتوقف عنده. وأنا ألوم فريق الصراحة الرقابة في هذا الموضوع، إنه هذا لا بد إنه لا يجوز ابدا انك تجي تقول حديث على الشاشه الا انت اول شيء متاكد من صحته، ثانيا بجيك علي بس خليني اكمل في هذا. تفضل تفضل. ثانيا ان هل هو حديث او اثر وانه صحيح او غير صحيح. طيب النقطه الثانيه، انت امس ذكرت ايضا معلومه علميه جميله اسمع. اللي هو في مساله علم المنطق او في الفيزياء او ايا كان مسمياته، انه هناك فرضيه ونظريه وحقيقه علميه او مسلمه، صح ولا لا؟ نعم. ايش هي الفرضيه؟ الفرضيه هي التي قيم عليها التجارب، قيم عليها تجارب. النظريه هي التي ما قيم عليها تجارب. هي نفس مقطع كامس، خلينا نشوف المقطع، ايش رايك عبد الله نرجع عشان نستمتع سوا بالله. يلا بسم الله. يا هيا بنا نرجع. هيا بنا ننطلق الى الماضي. هيا بنا كوميسان، هيا لنعرف الحقيقه. يلا تفضل. فيها النظريه اللي هي مثلا شيء بالحسابات صح بس ما طبقه، فهم؟ ايه النظريه وش اسمها النظريه هي اللي هي اللي ما طبقت. نظريه ايه فهم. الفرضيه لا طبقت وصارت ايش صارت انها يعني عطت مردود منطقي لها، فهم؟ ايه. وفي بعدين تصل لمرحله النظريه اللي هي تحت الدراسه منها. ايوه ان النظريه اللي طبقت ونجحت اجتازت بالتطبيق. عبد الله شوف انت تسوي كذا يعني انت صح. ايه لا لا شوف شوف يعني ايه يعني لا لا انها حقيقه علميه خلاص انك انت صامت ابو عابد. بقول لك بس نقطه حبيبي، نقطه مهمه. شوف الانسان يخطئ طبعا، انا ترى بما ان ما فيه عندي هنا لا جوال ولا ولا شيء ارجع له. إيه لا بس معلم ولا شيء ارجع له، فانا اعتمد على الذاكره. طيب. والانسان اعتماده على الذاكره يسمعك ما يفهم. طيب خليه يوضح يا شباب، هو بيرجع بكلامه. لا لا بس عبد الله انا راضي بالمعلومه خاطئه ولا صواب؟ الله يجعل والديك في الجنه. اسمع انا عندي مشكله. شو هو قال كذا؟ عد المقطع. هو قال كذا حس ان شباب ممكن يعرف، حس ان قال يوم قال اوكي قال النظريه والدنيه. انت تحسب معك طالب علم تذكرت الجنار. اسا اسا هو ينصر الجنار. والله غيبوبه والله غيبوبه. لا اسا هو حس ان يتفلسف يمكن اللي قدامه. طيب حلو الدعوه نذب على بعض يعني ونهابه يعني دخلنا ما عندنا مشكله. اسمع الافضليه للصام. لا انا راضي على الحوار البارح والله اني مستمتع سواء صحيح ولا خاطئ. لا بس فكره انك كيف تقنعه ترى جميل. ترى انا اعيش انا والله انك عجبتني. والله العظيم شوف انا اذا طرحت فكره ترى اعيش. خلنا الجنار معك. ابعلم الجنار معك والله ما ادري. عبد العتيبي بعيد عن ممتع جدا والله ممتع، لكن عنده مشكله. ايش عرفت ان عنده معلومه من كل شيء، عنده معلومه عن الطرف مو معلومه طرف معلومه هذا الطرف معلومه على الجوال، طرف معلومه على المويه، طرف معلومه على السماء على الارض. عرفت الباقي كله ارتجال. لا لا ردميه. طب اسمع انتم تتهموني جزافا الان، فلي حق الرد ولا لا؟ تفضل. هل مكفول لي حق الرد ولا لا؟ اكيد. طيب انا بقول لك تفضل. انا في نقطه اول شيء اني اخطيت ان اثر او حديث. يا الربع ترى داخل انا بمحتوى كوميدي عادي، تبوني افعل المحتوى؟ اقسم بالله يا عبد الله ما عندي مشكله. ما انك من اخف الناس دما بالبرنامج اذا تحسست. وانك من لا عادي عادي بس انا والله لان الشباب مرتاحين لك مره ونحبك جدا. الله يجعلنا عند حسن. والله انك خفيف دم وانك ونس مقبول. الله يجعل والدك. خلي واضح يا شباب خلي واضح يا عبد الله تفضل. بس ما عليش انا ترى اصيب احيانا بافه العلم اللي هي النسيان، فانت تعطيني اكثر من محور
فلازم اعاقب عليه. يلا خذ راحتك. نعم آفة العلم. زين اي نعم آفة العلم النسيان. يلا صح. لكن بقول لك انا 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 يا طوال الاعمار ترى عندي الثقافه فما اقدر ارجع في لان ما عندي لا جوال ولا كتاب فاعتمد على الذاكره والاخطاء وارده طيب. كل الناس تخطئ هذا واحد. عبد الله خلينا نرجع مره ثانيه في خطا ثاني الفرضيه والنظريه عندك خطا. طيب حلو شوف هي مراحل البحث العلمي بس ابعلم إيه؟ ابعلم هي مراحل البحث العلمي لكن انا بقول لك شيء احنا كنا نسولف ثانيا ممكن اني اخطيت زين ما بين الفرضيه والنظريه والفكره اللي انا بوصلها زين الفكره اللي بوصلها هي ما هي كتاب منزل لكني انا في النهايه انا قاعد اوصل ما بين الفرضيه والنظريه ولو تلاحظ في نهايه حديثي قلت هذا ما ألم فيه واللي حاب الموضوع هذا يرجع ويلقى النظريه بصيغه اكاديميه اذا حب كذا صح كذا صح والله انك بطل كذا صح وانك رائع واني يا اخي حتى رجوع مؤدب يا اخي والله هذا العلماء العالم لما يعرف انه مخطي يرجع هذا هو عالم كاريزما ولك طويرتكم محمد كذا صح اعتذر دون الرجوع الجمهور اعتذر لانه اعطى معلومه خاطئه كبير يا ابو عابد والله كبير اضف على ذلك انا لا احمل ابو عابد الخطا كاملا صح. ترى انا الان لو اني احمل من العلم الغزير من الله بعليم الكلام على المتلقي ياخذ ويعطي معي في نفس المستوى الفكري في نفس المستوى العلمي خلاص ولا اقول النظريه النسبيه لا لا ما في ما في قصور وبعدين انت يا ابو محمد ترى ذاك اليوم ذكرت بيت واخطيت في من قال حطيته في المتنبي وحنا بشر يعني في النهايه صح. انا النفطي. عشان كذا اقول انا لا اتهمك انك غلطان انا اقول المتلقي المتلقي شرار والله هو اللي جعلني هو اللي جعلني ابحر ليه لا هو اللي خلاك تهبت لا 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 بالعكس لا والله مو بهب هو اللي خلى ضميرك مرتاح لا لا هو اللي جعلني ابحر طيب يا عيال تبون هالدعوه ذا انا ايش ماغي نقدر نستهبل يا الربع اي نبغى كذا بطل بطل والله زين ابعلم والله شوف يقول انا ايش ماغي الكم شو لازم عرفت لا لا دعوه انهابه يا الربع دعوه فضيليه للصامل هي اقول بيضاء وجهك وجهك ابيض انا اشكر شراب انك اسطوره فقره الافنت الله يسلمك ما عاد اقدر انا ودي اجادلكم واقارع الحجه بالحجه ولكن يا استاذ عبد الله انا ودي اصمت انا بقول لك شيء عبد الله نحن نعترف اليوم بانهزامنا امام عبد الله في الكومبيش الروم عبد الله هو الوحيد الذي تغلب علينا بالحجه بالمنطق انا استسلم كل الشباب يستسلمون يا اخي ليتهم كلهم مثلها عشان كذا عبد الله احنا من امس استحدثنا نجم اليوم تمام وبما أن اليوم هو أول يوم يكون فيه اختيار لنجم اليوم في برنامج كاريزما يعني يومياً فقرة النقد راح تختار نجم اليوم اليوم النقاد اتفقوا على أن نجم اليوم والأيام الماضية كلها هو من ستظهر صورته خلفي الآن تمام يلا 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 ف انا اقول من حظه يا عبد الله ما شاء الله اليوم تغشاكم السكينه ما ادري وش الموضوع لانك يا عبد الله شوف تبي صدق لانك ونيس عبد الله جلساتك هذه كثر منها انا استمتعت عبد الله انا استمتعت والله استمتعت والشباب استمتع وقف مستواك بدايه البرنامج كان سيء والله تدري ليه وكنت مختفي عن المشهد مستواك الاسبوعين الماضيه مره حلو جلساتك مره حلو ناهيك على انك مقبول ونيس يعني عديك قبول ليش تأخر؟ أبو محمد نقطة بما أثرت أنت النقطة هذه أنا بداية أعترف اعتراف ويمكنك أنت كنت عارف الموضوع أنا ما كنت حاب أدخل البرنامج وأنت إيه أنا أعطيكم سالفة دخول البرنامج زين كل سؤال لا لا بس أبعلم والله العظيم إني في البداية حتى كنت أقول لأخوي خالد وددت لو أني خرجت منها كفافة لا لي ولا علي يعني ما كنت ابي ادخل ولكن عقب ما قعدت ما بيدخل زين ويوم دخلت وقعدت على ما قال ذكرت بيت منه لقيط بن زراره يوم قال ان تقبل تنحر وان تدمر تعقب في النهايه مقدم والله يا عبد الله انك جاي يقدم اخوه والله يا رجل باختصار جاي يقدم اخوه وشفته انا وفهد سعيد الغامدي والله هو يمشي
قلنا والله هذا شد لك نظره. لا انا فهد، انا فهد، فهد اللي شافها الاول. لا مال فهد من؟ فهد سعيد. قال والله هذا فيه قبول، فهد فهد واجبرناه يدخل. فهد فهد يا اخي والله يجعلني عند حسن. شكرا لفهد في نهايه. ما هي ما هي الحقائق العلميه اللي بتطرحها لنا الايام الجايه؟ دعوا القادم للقادم، دعوا القادم الاشياء القادمه للقادم. اشرحها ونشرحها ان شاء الله، وبنرجع باذن الله نتاكد من المعلومات، على اني ترى متاكد من بعض المعلومات والخطا وارد، لكن عادي نرجع. لا اسمع الان هذه نصيحه، انت مع متسابقين حسد تمام، بيقدروا يلحقوك الايام الجايه عشان يخطون على جلستك، من ضمنهم سعود علوش، فحاول ان تبحث عن مكان صاد جدا في القريه عشان تقدر تاخذ لك نقاش مع واحد بسيط جدا عن النظريات والفلسفه والدنيا. لا لا يا علي ترى قروب الاشبال يرونا اخوانهم، احنا اخوانهم يا ابن الحلال. في النهايه عساك سالم، عساك سالم شباب انصحوا، لانك تستاهل النصيحه، انت لانك رجل واعي، رجل يعني النصيحه تثمر فيك. عبد الله يا اخي طيب تجلى يا شباب الان، عطلوا بعد اذنك، تحرر من قيودك بعد اذنك، خلنا نستمتع الان. نجم اليوم بهذه الطريقه سيعلن النقاد من هو نجم اليوم لبرنامج كاريزما، كاريزما 37 و36 و35، نجمها هو هذا الخلفي عبد الله الجيبي. الله يعطيكم العافيه ويجعلنا من حصنه. اذا ما احتفلوا معك بجداره، بجداره اذا ما احتفلوا معك، وانا داري والله ما حد يذكركم بشروط. تعال تعال خير والبركه. تعال عبد الله يحصل على تعال 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 لحصوله على نجم اليوم 1000 نقطة. 1000 نقطة مبروك يستاهل يا عبد الله، وانت مثبتك عليه بالدلايل. انا كاريزماوي، انا كاريزماوي، انا كاريزماوي. خلوه لا تشيلونا. الله الله يسلمكم ويجعلنا عند الله يجعلنا عند حسن الظن. انا عندي كلمه اخيره، ما عليكم زود، انا الله يجعلنا عند حسن الظن ان شاء الله، عندكم وعند الجمهور وعند الله قبل كل شيء. ثانيا ان شاء الله ان نقدم ما يجعلنا ان شاء الله عند الله باذن الله من الماجورين، وعند خلقه من الاشياء اللي يستحسنونها باذن الله ان شاء الله. والله ما عاد ادري، انتم اليوم نزلوا عليكم السكينه، الله يجعلها دوم ان شاء الله، تغشاكم هذه السكينه والطمانينه. انت يا عبد الله لو تقدم هذا المحتوى يوميا صدقني احنا من جمهورك، وانا والله انا استمتعت حقيقه، واليوم رجعت مره ثانيه والله عشان استمتع. بسم الله بطل يا اخي، بعيد عن الحقائق اللي يقولها، طريقه السرد يا اخي اذا تجلى بعدين اذا سوى انا يعجبني اذا سوى يقول فهمت. شنار طبعا في عالم ثاني ما يدري شنار، الله يجزاه خير، هو اللي يطلع على ما قال هالمعلومات باسلوبه وبطرحه، هو مقدم ووفو قبل كل شيء. اسمعني والله الذي لا اله الا الله، تحيه الاسلام، حياك الله يا شنار. والله الذي يلي صدره نظيف ان يفلح، ان يفلح هذه. والله يلي صدره نظيف ان ينزل الله سبحانه وتعالى عليه المحبه والقبول والنور. والله اللي ما يحمل الحسد، وان صاحب الوجه الواحد، وان الرجل الصادق، ان الله سبحانه وتعالى ينصره. ترى الصادق معه الله سبحانه، هذا صادق، هذا صادق. شكرا لك يا عبد الله، اشكركم اشكركم والله ما عاد ندري وش نقول. تبغى الصدق؟ سر عندي سر عندي يا عبد الله. سبحان سبحان الله. خلاص شيلوه شباب، شكرا عبد الله، يعطيكم العافيه. ايش معكم حاشر يا اخي شنار وفايز وش اسمه؟ فايز وفايز. والله شوف كيف صوره هذا النجم الشامخ اللي يقف نجم عظيم يا اخي، والله العظيم اضافه كبيره للبرنامج. ممثل هذا الشامخ، راعي نظريات، متحدث، فيلسوف، أخبار، ذكي، صحفي، مقبول. هذا عبد الله الراجح القادم. طيب ابغى سالم الغامدي في الكونفشن روم يا شباب اذا موجود قريب. مقبول والله مقبول. او نختم، هل هو موجود قريب؟ انا اقول يعطينا مزيد النظريات ذي، وبعدين وقتها اختيار التوقيت ذكي جدا قبل الفجر كذا، العالم خادره تبي ترقد وهذه تفزع. اي عرفت ذيك ليه اللي ما حد مركز حتى لو حبس نظام. انت رايح الدوام الصبح كيف تشغل بودكاست ولا مدري شلون؟ المفروض انك ما تطلب زياده في الراتب لانه انت موظف طبيعي، وانت كذا دايخ رايح قافله معك من العالم كله. انت رايح سكر استفاد شنار، استفاد شنار، استفاد جدا جدا، ارى انه استفاد. وبالمناسبه بمناسبه شنار ابارك لشنار التدشين الليله، يستاهل يستاهل. والحمد لله ان لقى عبد الواحد احد يعطيه قصائد، ولا عبد الواحد لانها تبرم يمكن ما حد شله. عندنا مشكله بدايه الفقره، قام سالم حزام يقول اين انت يا شنار انقذ النسخه، قال سعود طيب بارك له على تتشينه، قال له والله ما بارك له، صوته مو زين. صوته ما عجبني. سالم موجود بكم مشروم يا شباب؟ طيب اعطوني سالم. سالم حياك.
يا مرحبا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلمه تقولها للنجم اللي خلفي. والله اللي يستاهل، والله اللي نفخر به كلنا. يا اخي صدرك نظيف. اي والله مو بزي زملائك. والله ان نحبه يعلم الله. لا طيب ليش زملائك مو هل تتوقع فرحانين لعبد الله؟ اكيد. ليش مو فرحانين لمحمد؟ هو 99% من اخويانا اللهم لك الحمد انهم ونعم، 1% بس افه صغيره. طيب خلينا نحسبها بالرياضيات، 1% ضرب 26 كم تطلع؟ دقيقه، 1 ضرب 26 تقسيم 100 يجي اقل من 1 ربع. منو اللي ربع؟ قصدك من اللي ربع؟ 1 من 26 قصدك. هذا ما عنده وزن ده. اي من أو اوكي 95 خلينا نقول يلا. يعني 5 يجي 3 ارباع. يجي 3 ارباع. 3 ارباع كيف يعني؟ لازم 10% عشان يجي شخص. انت كم شخص تقصد؟ طيب خلينا نشوف المقطع، هل تقصد واحد او اكثر من واحد ونشوف كم النسبه اللي ممكن نطلع بها معك في نهايه هذا المزاد. صح. طيب عطونا مقطع 13 ونرجع لكم. يا اخي محمد يستاهل، بس في بعض العيال يا ولد والله يا اشياء اسمعها عند الرجال يقولون كلام يا عبد الله ما هو بزين يعني. اي والله والمشكله معك من دي، اقسم بالله يا عبد الله انهم يضحكون في وجهه، ويا مرحبا ويا هلا ويا غلا. شوف لكن هو بلاك من اللي منافق قابو وجهين. اي من تحت لتحت. والله يوم فاز بالتبون اقسم بالله يا عبد الله يا في ناس اقسم بالله انهم وصلت انهم يدعون عليه. اعوذ بالله. اقسم بالله يا عبد الله هذا الحاصل. اعوذ بالله. والله انهم يدعون عليه. ما يستاهل. الله ليوفقه وان شاء الله يطلع. يوم طلع في البرايم انبسطوا. احنا في تنافس الاغلب ان شاء الله انهم كويسين. شريف. تعلمت في اللغة العربية أن يدعون صفة جمع، يعني ليس اثنين ولا واحد بل أربعة. إيه واو الجماعة صح؟ صح سالم؟ صح. إيه واو الجماعة. يعني أكثر من. يعني أكثر من واحد، أكثر من 5%، ربما 95% هم اللي يدعون. شوف قول لا الله اللي بوصل لك إني لن أذكر لا أسماء ولا عدد. ما أنا بحاجة أسماء، أنا ما جبتك عشان تقول أسماء. دقيقة. ولا عدد. هل هم موجودين؟ أول شيء أنا أمس دخلت. طيب أنا بسأل سالم، هل هم موجودين فعلًا؟ لأن المقطع اللي شفناه صراحة صادم. كمية الحسد هذه اللي أنت ذكرتها صادمة جدا، تثبت أن هناك قنابل قابلة للانفجار في أي لحظة. هل هي فعلا صايرة؟ شوف قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أول شيء أمس احنا دخلنا بعد ما خلصنا 500 سام اللهم لك الحمد، أنا والشباب فلاح والشباب اللي معنا لا فيصل الحمد. نفس كلام سالم النايف، فكونا من المقدمات الطويلة. عطني الزبدة عشان أعلمك أنا إيش اللي صار. عطني الزبدة. طلعنا وسمعت أنا كلمة في الغرفة أزعجتني وطلعت والله أحزنتني جدا. إيش هي الكلمة؟ إيش كانت كلمة قالت في الغرفة؟ إيش نصها؟ طيب كلمة قالت في الغرفة أزعلتني. يا أخي يمكن تفسيرك خطأ لها، عطنا إياها. لا مو تفسيري خطأ، عندي عقل وأفهم لب عيونك. سالم عندي سؤال. نصها الله لا يوفق محمد الودعاني. نصها الله لا يوفق محمد الودعاني. هو دعوة عليه والله. إيه الدعوة الله لا يوفقه، الله ياخذه لا قدر الله يجيره ويرفع قدره. دعوة كلام ما ينقال. يعني دعوة مجموعهم. سالم صليت على النبي. مجموعهم. أنا علمتك لأني بعال لا ذكر طيب كلام لا واحد ولا أربعة طيب حتى ليش تنقلها يا أخي طيب والله ما خس والله صح ما خس إن المغتاب إلا النمر طيب علي فهد اللهم لك الحمد أول شيء أنا لم ما ذكرت أحد اللهم لك الحمد أعطيك معلومة لا نممت على أحد ولا اغتبت أحد ولا ذكرت شخص قلت فلان وفلان عبد الله شافني طالع من الغرفة زعلان لحقني أنت أثبت لك إنك غير صادق تفضل وأنت تكرم إن شاء الله عنها تفضل أنت قلت أيضا إن في البرايم كانوا يدعون إنه يطلع امس ما كان في برايم لا انا اتكلم عن احداث اسبوع كامله ترى انا عبد الله انت قلت لي دقيقه في التعليق على سؤالي الذين يتمنون او يدعون على محمد قلت اني امس سمعت كلمه بس كلمه ايوه الكلمه هذه كانت قبل في البرايم انت كنت تقول انه يوم طلع برايم هل انت تتخيل يا عبد الله انه في البرايم كانوا يدعون الله انه يطلع تغير سالم دقيقه هو شوف قول له سالم انت تغيرت يا سالم لا والله ما تغيرت اللهم لك انا اخر شيء لا تعطي مخرج اجب قل لا اله الا الله ونعفو لا اله انا امس سمعت كلمه ازعجتني وطلعت طيب كلامي واضح يا ابو عبد الله اذا ما تفهم انت ممكن غيرك يفهم لا دقيقه انا ما افهم انا ما افهم اصبر انا جتني كلمه ازعجتني وطلعت طيب انت ما تبغى تفهم مني طيب اللي في البرايم اي وفي البرايم يوم حصل التب 1 الاول اللي الغي خابرينه إيه؟ انا اتكلم عن احداث اسبوع كامل طيب اسبل يعني في ناس تكلموا بعد التب 1 اي خليك واضح ايوه هذا هو يعني مش مره
يعني مش مرة، الكلام كان أكثر من مرة. الله عليك. من نفس الشخص ولا من أشخاص مختلفين؟ لا منكم من نفس المجموعة. طيب مجموعة. يعني مجموعة الأشبال. تفضل أبو حزام. يا سالم سالم. يعني شوف تبغى تفسره زي ما تبغى يا أبو عبد الله لك الخيار لبه والله عيوني. حبيبي حبيبي. أنا ما ذكرت أي أحد ولا قلت فلان ولا قلت مجموعة معينة. صليت على النبي. موضوع ثاني موضوع ثاني. تذكر يوم جيت أول ما به أنا أبو حزام، تذكر يوم جيت وجلسنا نلعب رقصة النورس؟ أنا صديقك. شوف سال أنت يعني هامك محمد الودعاني، لا تجاوب دقيقة. أنت يا سالم تغازل جمهور محمد الودعاني، وحسبي الله على اللي أعطاكم المعلومة هذه، واحد يعتذر وواحد يصنع شو علشان يبي يرضي جمهور محمد الودعاني عشان يكسبه. هذا مو بنت يا سالم. أنت الآن بدأت أيوة كويس إنك تدري، كويس إنك تدري يا سالم، كويس إنك تدري يا سالم أن هذا ما هو أنا خلال الفترة هذه كاملة اللهم لك الحمد. ولا تبي تذكر اسم ولا تبي تذكر دعوة ممكن تكذب. خذ هذه المعلومة دقيقة اسمع يقصد أتكلم رجال يقصد من؟ من؟ يقصد مجموعة الأشبال لأنه قال مجموعة ومجموعة الأشبال يعني ما فيها المجموعة المجموعة عدة أشخاص. اسمعني يا عزيزي اسمعني بس يا عزيزي فهد أنت شخص تفهم باللغة العربية المجموعة عدة أشخاص ليس مشمع على شخص معين. صليت على النبي هذا أول شيء. سمعت ممكن أتكلم؟ لا خلاص سمعت ممكن أتكلم؟ أنا اللي بتكلم أنا. تفضل أنت الآن أنا بعيد أنا ما أعرف أنا أعرف أوردو حلو لكن أنت تكذب. بداية المداخلة قلت واحد الآن صاروا مجموعة شلون؟ والله العلي العظيم إذا بقعد أفهم كل واحد منكم الحالة فهذه مشكلة. كلامي واضح لأبو عبد الله. عندي سؤال ثاني. يوم دخلت سمعت من واحد. عندي سؤال ثاني. سمعت من واحد. عندي سؤال ثاني. أتكلم عن أحداث أسبوع كاملة. إيش اللي خلاني أمس أزعل وأطلع من الغرفة؟ أعلمك. اللي سويته هذا، اسمه الشرعي اللي نعرفه نميمة. نميمة على شخص ما ذكرت شخص. أنت على مجموعة. نميمة على شخص ما ذكرت. على مجموعة. ذكرت على عدد ما ذكرت انا من على من يا عيال في سالم. مقدم يا علي في مقدم قاعد يدعي ان سالم حزام تمام يطلع من الفقره ويتمنى ان سالم حزام يجيه اي شيء. كم مقدم عندنا؟ 15. انا اقصد واحد من ال 15 اي بس. وفي الاخير يجي يقول حنا اخوان. لا ما انا اخوان. انت قاعد تتهم زملائك في صميم الخوه اللي تدعونها. تفضل يا علي. انا بعلمك شغله. سؤال يا سالم تفضل. أنت يوم دخلت الغرفة سمعت الكلمة واضحة ولا أحد نقل لك معلومة ولا سمعت طرطيش كلام؟ لا والله سمعت الكلمة واضحة. سمعت الكلمة واضحة. شافني عبد الله زعلت ولا حق؟ أبدعت. عبد الله من اللي لحق؟ عبد الله العتيبي. عبد الله العتيبي يعني سمعت الكلمة واضحة جدا وبعد 37 يوم صارت عندك الجرأة أنك تقول هذا الحديث؟ لا لا مو بعد 37 يوم. اللهم لك الحمد. احنا 37 يا علي. احنا 37 اني شخص. احنا 37 عن الشو. احنا 37 يوم. ولا ادري عن جماهيرية شخص معين. طب ركز ولا ادري عن شخص معين. ركز معي ثواني يا ابن الحق. ولا هو جمهور احد. سالم انتم عندكم مشكله في الاذن. اسمعوا يا اخي احنا نعطيكم فرصه للرد يا مسلمين. اسمع بنخليك ترد. تفضل. انت بعد 37 يوم قلت انه في ناس يسبون محمد الودعاني. ذكر لك فهد بدايه المداخله قلت 1% وانا اقصد واحد لان 1% تشكل لك قرابه نص عاد ما افهم انا في الرياضيات بس اني اقصد ان الاغلبيه من اخوياي بمعنى كلامي الاغلبيه من اخوياي اللي هو النسبه الكبيره. صليت على النبي. اللهم لك الحمد والله ان قلوبنا على بعض غير قلوب الاشبال لان اللي سبب صليت على النبي. طيب في اشخاص سؤالي واضح قلوبهم مو بصح. سؤالي واضح ايش معنى البارحه اخترت هذا الكلام يا عيال؟ انا بقعد اعيد عليك. لا 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 لا, لا خل اسمع الكلام لانك انت قلت بقعد اعيد عليكم يا اخي. ركز معي ثواني. انا قلت لك كلمه يعني سؤال يا سالم الله يرضى عليك اسمع. تفضل. يعني هل دخلت الغرفه خلال 20 ثانيه سمعتهم يقول الله يجعل يطلع ابراهيم والثاني يقول الله يجعل ما ياخذ التب والثالث يقول الله يجعل يسحق؟ مو طبيعي كله في 30 ثانيه سمعت الكلام. الكلام هذا كان يدور ببالك دقيقه. الكلام هذا كان يدور ببالك من اسبوع. البارح كان المنفس لما جاء عليك السجن وتكلمت على عبد الله بالرغم. هذا رايك بالرغم. دقيقة. هذا رايك بالرغم ورايك. دقيقة والشيء اللي تشوفه. دقيقة يا سالم انت عندك مشكلة باذن في شمع. اصبر والله اذني صغيرة يعني انت صراحة. اعتقد انه اللي صار البارح بينك وبين عبد الله بعد العودة للبث لانكم بعض الاحيان تستغلوا بعض البث احنا ما نسمع وصدى هنا انه ممكن يكون متفق بينكم لان اللي صار بينك وبين عبد الله مو طبيعي. الخلاف هذا كله وبعده بثلاث ثواني الأحضان أحضان بالأحضان يا أخوان الله ما شفناه بس بالعقل عرفناه يا أخوان. أول شيء إحنا ما خلصنا نقاش. تعتقد سالم إنه هذا كسبه من الشو
قال خلنا احط بظهر محمد الودعاني واقول فلان محمد الودعاني مثال واطلع احنا ما خلصنا كلامنا الا على سالم الغامدي الجديد. هذا هو تغير. هذا تغير. هذا ليس سالم محمد. اثبتك تغير. هذا ليس سالم أثبت لك. محمد هذا تحديث سالم سعيد. تحديد اثبت لك يا منيب. حق منيب. سالم سعيد منيب شغل سياله حط عنده حيلة. سالم سعيد قال عشان تنجم شغل سياله اضرب بعض الخيار. علي الغامدي يقول الحقيقه الان هل هو أداء لسالم الغامدي؟ انقذ لي 35 يوم أداء يا حبيبي لم أبحث عن الشو لم أخرج الكوبش الروم مرتين إلى ثلاث مرات للكوبش الروم لم أبحث ولا حاولت أتسلق على كتف أي أحد صليت عن النبي ممكن أتكلم يا فهد الله يرضى عليك ممكن أتكلم لا 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 مو على كيفك أنا داخل هنا عشان أتكلم عطى مجال عطى مجال يلا تفضل شو الكلام ذا يلا تفضل يا سال صليت عن النبي إحنا طلعنا أنا وعبد الله تكلمنا في كلام هو فاهم وش أقصد وأنا فاهم وش أقصد صليت عن النبي طيب هذا اول شيء ثاني شيء حنا قلنا احداث فاهم ايش تقصد ايش محمد الودعاني كان مثال في السال يعني انت قاعد دقيقه يا شباب الزبده انتم يا شباب مو فاهمين سالم قاعد يقول ان هناك حسد كبير بين المتسابقين ومحمد الودعاني مجرد مثال وان الحسد منتشر فيما بينهم منتشر في مجموعه صغيره يا ابو عبد الله صغيره عمر ام صغيره قدر صغيره لا عمر ولا قدر صغيره في العدد نعم كم عددهم هذا شيء ما يخصك لب عيونك ما يخصك نفس السؤال السابق في صغار العقول انا قلت حاجه واحده قبل شيء قلت ما راح تدخل غرفه خلال 30 ثانيه تسمع كل الدعاوي هو الرجل جلس اسبوع كامل بس ليش البارح ليش البارح انفجر هل تتوقع محمد تبغون نعرف المعلومه حقت سالم محمد نفس سالم سعيد اي هو سالم سعيد وراح سوى كذا سوى كذا اي اي سالم سعيد يقول سوى كذا انتوا تقولون اللي تبغونه وتشوفون هل تطلب اثباتات وادله انت سالم والله حبيبي سالم سالم عد عد كما كنت حبيبي حبيبي انا نفس ما انا لا والله السلام اللي احلى طيب سالم طلعت على سالم القديم هذا انا وهذا انا مبسوط لا 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 الملك الاول كذا ما عجبك شكرا طيب شكرا يا سالم شكرا لانك اثبتت ان الحسد منتشر في القريه بين زملائك هؤلاء المتسابق رايك انت رايك انت أنا قلت مجموعة طيب. قليلة هناك العدد. مجموعة قليلة العدد من المتسابقين فيهم حسد حسب كلام سالم الغامدي هناك مجموعة قليلة من المتسابقين يدعون على زملائهم هناك مجموعة قليلة من المتسابقين لا يتمنون الخير للجميع وللأسف يا رب هذه المجموعة تنكشف ونفتك منهم صح سالم؟ هو الزمان مصير بيكشفهم يقول الزمان مصير بيكشفهم صح. الخلافات تظهر إلى السطح من خلال سالم الغامدي شكرا لك سالم الله يعطيك العافية شكرا لكم لقادنا حلقة ممتعة كشفنا الكثير من الحسد نعم عشان بنختم كلام جد والله بعدين يجيك بعد الفقرة يقول كانت ما تخلصنا بدري لا لا, لا, لا خذوا راحتكم لأنه الكلام فعليا مهم يلا اختم الله نحسب شيء بلاش ترجيع علي انت ما تهاب السيوف يا علي لا في شيء طال لاحظ بكرة ثلاثة عند إجازة الجيم سي عند إجازة طيب يلا عشان نختم علي تفضل شوف النسخة هذه للأسف تفتقد حاجة واحدة مراعاة مشاعر بعض اللي جالس يصير بينكم هذه ليست مصارحة هذه إنما هي وسط مرحلة الوقاحة صحيح. اعذروني على هذا الكلام لأن جالس يصير بينكم عيب ما في أي محاولة لمجاملة زميل أو أي أحد من الزملاء في شيء والله العظيم أني أعرف أحد الشباب في برامج واقعية سابقة يقول أني كنت أني بكيت بكاء عظيم على خروج أحد أخويا في البرنامج والله أني ما أطيقه أنه يمشي على كبدي بس يقول حتى مو مراعاة المشاعر هو مشاعر هلا اللي وراه الناس اللي يحبونه مو خوف من الجمهور هو بس فقط مراعاة للشعور ما أبغى أصير ما أكون معه وقح تحسف تمام المسألة الثانية اللي بقول لك إياها يا سالم سعيد ابتعد عن سالم محمد ارجع عن سالم محمد ارجوك رجع لنا طائر اللقلق اللي كان يعطينا في الكنفش الروم والله لو شغلنا الشيء هذا قبل شيء اللي كان رقص عليه قبل 30 يوم كان قال لا لا طفوا طفوا هذه ميبلي هذه ميبلي ما تليق بالريجي ايوه تصعيد بعض الامور عند سالم محمد تحرر من سالم سعيد يا سالم الغامدي تحرر من سالم سعيد سيؤدي تبا بك لسالم سعيد سيؤدي بك الى سيؤدي بك الى الى مصير نايف اليامي لا يتحكم بكم احد خلي شخصيتك هي من تتحكم فيك تبا لسالم سعيد الذي خلى نايف يعتذر خلي كلامك من داخلك لا يؤثر فيك احد ولا يؤثر فيك لا معد ولا غيره ترى في الاخير انت من سيجني الجمهور وانت من سيخسرهم لا سالم سعيد ولا انا ولا علي شكرا لكم في الختام اسمح لي احيي مؤسس بندزار قطيب
ناصر غامض استعدنا جمال حالك اشهد بالله انك رجال مشاهدينا الكرام رجال كبو اسلم والله لا لا للاسف اذا تبي صدق ناصر سالم سعيد مش خط احمر سالم سعيد كارثه حمراء كذا تصير نعم طيب لا ما راح اضيف لن ننجم احد لا يستحق هذا الفقره طفوله انت ما اقدر اقول لك والله منور منور طيب مشاهدينا الكرام منور جوارديولا ان شاء الله خلاص يا شباب يلا تفضل انا هنا بدي الفقره مو تفضل طيب في عندنا ان شاء الله افتتاح بس قبل نفتتح المحل اذكركم ونفسي مشاهدينا الكرام بوقف عظيم وقف الايتام بجمعيه البر الجديده هذا الوقف اللي والله اتمنى من الشباب اذا المقطع جاهز انا دائما احرص على عرض هذا المقطع لانه يعني يصف حال الوقف في الوقت الحالي الان ان هذا وقف قائم وهذه ميزه كبيره في هذا الوقف عندك وقف قائم وموجود باقي يكتمل انت ستكون سبب في اكتمال هذا الوقف بمساهمتك بنشرك بدعمك بوقفتك يا جماعة الخير فرصة عظيمة جدا انك اليوم تشوف الوقف قدام عيونك الوقف هذا الان اتمنى من فريق السي جي اللي كان نايم بالامس ونايم اليوم لانه ايضا معرض التغريدات انا سكت بشوف هل سيعرضون التغريدات اليوم لا والله معد صاحي ولا لكن اذا المقطع جاهز عرضوا لي المقطع حتى الشباب يعلقون عليه كون ان هناك يعني مكان قائم وهذا المكان فقط بقي يعني خلنا نقول تشطيبات قليلة جدا ليكتمل وأن تكون سبب في اكتماله والله العظيم أنه فرصة عظيمة وغنيمة باردة صح النوم الله يسعدك توك تعرض التغريدات ليتك ما عرضته الله لا يوفق العدو يا معد يا راقد يا حبايب يعني معروفة ترى من بداية الفقرة المعد عندك تبدأ فقرة النقد صح يبدا يتفرج في التليس فو ايه صح صح توي صح يا اخي ناظر اقسم بالله خلاص خلبت هاي الذبه طيب يا اخي لانه ما يطلع مكان ثاني ما في شيء ثاني اعطونا اذا ابيض ومليس علي خلاص يا حبايب اذا الموجود المقطع اعطونا اياه يا شباب انا ودي المشاهدين يشوفونه ودي كل يوم يشوفون هذا المقطع لان ان شاء الله بعد فتره بسيطه سنستعرض لكم اكتمال هذا الوقف ونقول تراكم انتم كنتم بعد الله سبحانه وتعالى سبب في اكتماله كنتم بعد الله سبحانه وتعالى سبب في انه يكتمل ويكون جاهز هذا هو الوقف قدامكم خلفنا شوفوا يا جماعة الخير هذا هو الوقف اللي اليوم ندعوكم للتبرع فيه هذا هو الوقف قدامك قايم عظم باقي تشطيبات ميزته أنه هذه المحلات كلها بتؤجر هذه المحلات كلها بتؤجر ريعها الشهري والسنوي بيكون للأيتام يعني ميزة عظيمة هذه الميزة ترى مهمة يا أبو عبد الله أنه لن يكفل يتيم واحد هذا يعني ان المحل هذا طال ما هو قائم والمشروع التجاري الخيري هذا طال ما هو بقائم انه سيعود على اليتيم وسيكبر اليتيم وسياتي اخر ثم اخر ثم اخر ثم اخر وسيبقى هذا العمل هذه هي الصدقه الجاريه التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الصدقه الجاريه التي ستدفع لك ستدفعك الى الجنه يوم القيامه هذه هي الصدقه الجاريه التي ستظلك بظل الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل الا ظل الله هذه هي الصدقه الجاريه التي ستجعل عملك الصالح ياتيك وانسك في قبرك هذه هي الصدقه الجاريه التي ستمد لك في بصرك اسال الله تعالى لنا ولكم التوفيق طيب. والسداد انا بسال ابو عبد الله في اي حي في مكه يا ابو عبد الله هذا داخل حدود الحرم انا ودي انا بكره ان شاء الله بسال عن موقع بالضبط ودي اهل مكه يزورونه ويصورونه ايه فباذن الله تعالى بكره بنستعرض مكانه بالضبط في الخريطة انا ودي الجمهور يزوره ويصوره لنا تفضل علي بس عشان نبسط الجمهور البسيط جدا يعني اللي كبار السن ما بنقول نتكلم لغه عربيه فصحى الجمعيه ترعى مبنى يبنون هذا بتبرعاتكم بعدين يأجرونه الأجار والأموال هذه ترجع للجمعية يستفيد منها من اليتيم والمسكين وكل منتسب لهذه الجمعية اليتيم هذا فقد ضلع من أضلاع حياته والده هذا الشخص الذي يستند عليه يحتاج من مربي وموجه وشخص يقف معه وينتبه له في حياته ويكون فعلا سند له في دراسته وعمله وتوجيهه في حياته فتخيل أنك تبني كل هذه المسارات في حياة اليتيم بمبلغ بسيط 300 ريال 200 ريال تحفظه من كل هذه الشرف في الحياه شكرا لك ابو عبد الله دائما مثل هذه التذكير بالبرومو حق الوقف صراحه اصلا يسعدنا بغض النظر عن اي شيء ثاني نحس ان احنا خلاص مواصلين واوشكنا على الانتهاء يا اخي وهذا فضل عظيم ونحمد الله على ان احنا بنكون ادوات ان شاء الله لاكتماله اليوم سيف الاكلبي حتى في التنويع عن الوقف انا احب اني اشيد به سيف الاكلبي اليوم ما شاء الله تبارك الله كنت مؤثرا جدا هذا شكرا طريق الخير هذا
يعني شيء الناس تفرح ان تشارك فيه وتساهم فيه، فكن من المساهمين في هذا الباب يا الربع. ما في وسيلة لإكمال الأوقاف إلا مثل هذه الوسيلة بالإعلان عن الوقف والتبرع. عندك وسيلة ثانية؟ ما عندك، بس تنظر بالساعة فاضي. حن الكلام عن الخير، الكلام عن الخير ما حد يمل منه ولا حد يكل منه، وبالعكس يعطيك دفعة ويعطيك طاقة ويعطيك يعني باور جديد اليوم الآخر. الهمام الهمام، البدار البدار، الوقف بيكتمل بنا ولا بغيرنا والله هن يكتمل، لكن ما أجمل أن يكون لك سهم مع من ساهم. بالتوفيق للجميع. يعني احنا قاعدين نعد انا وفهد عدد الفتحات 17 فتحه. لا وكبار يعني ايه، وفي في الوسط ممكن يجي بعد محلات. اضف على ذلك في خبر مهم اليوم المفروض احنا ما نتجاوزه، ابو عبد الله الدكتور الشيخ الفاضل عايض القرني معلمنا واستاذنا، قمنا معه الكثير من التجارب في البرامج الماضيه، والامانه انه رجل دين واديب وشاعر ومثقف والجلسه وشيخ وزحلم من زحول الرجال المحاسوبين، ورجل دولة يحبونه ولاة الأمر ويحبونه كسائر الشعب، رجل قريب من الشباب، سيثري الشاشة إثراء عظيم. أوصي الشباب والله العظيم يا أخوان، أني أذكر قبل سنة يمكن أشوفه هذا ناصر يسمعني وشاهد، أني كنت أقول يا أبو عبد الله أسألك بالله إذا بتروح العادة قرني انت اخذني، كنت اقولها لابو عبد الله يمكن يروح. ليه؟ لان الجلسه مع الرجل هذه يا اخوان مذريه ممتعه، الجلسه ممتعه. لذلك اوصي الشباب احرصوا على الجلسه مع الشيخ عايد. الشيخ عايد تراه وسع صدر، وتراه يستفز بالاسئله، وتراه اذا سالته استدرد واستذكر ولحق. فلذلك نرحب بك يا والدنا الغالي. طيب. الله يحييك. الشيخ عايض يعني امانه كان الجلوس معه حلم من الاحلام، يعني احنا نتابعه، وانا ما كنت من الناس اللي يحضر الشيخ عايض امانه من شبابي. انا سعيد جدا بانضمام الشيخ. الشيخ مش مره بيجينا، وهذه ميزه جد يعني انا مستمتع جدا فيها، ان الشيخ بيثرينا في الصباح يوم الاحد باذن الله تعالى مع الاباء، ويوم الثلاثاء مع الاستاذ ناصر الغامدي في فقره بساتين. اضافه كبيره جدا انضمام الشيخ والاستاذ واستاذي انا وشيخي عايض القرني ابو عبد الله. يا مرحبا ومسهلا، والله اني فرحت جدا 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 بانضمام الشيخ، وبإذن الله تعالى سيثري البرنامج ويثري المتسابقين والمشاهدين. كلنا بإذن الله تعالى سنستمتع بحضور الشيخ بدءا من إن شاء الله من الأحد. ناصر احنا بنطلبك، ما يجي هالأسبوع؟ اي انا نبغى هذا الأسبوع، لأن الثلاث اليوم المفروض يكون اليوم، يعني ما يقدر. قل له طلبته، احنا نبغى لو الأربعاء او الخميس بإذن الله تعالى. احنا نطلبك يا شيخ عايض ان هذا الاسبوع تكون معنا. اعطونا قسم من الشيخ، اعطونا قسم جليل، وانا نحبه ونحب من يشاهد الشيخ، واتمنى ان يكون باذن الله انطلاقه الفقره باذن الله غدا، وهالفيديو باذن الله يصل للشيخ. وطلبتنا للشيخ ان نحتاجك غدا لتكون منير لشاشه قناه الواقع. شكرا لك. انا بتكلم عن الشيخ الحقيقه، هذا حلم اني اقابل الدكتور عايض. الدكتور عايض له في حتى في نشاتنا وثقافتنا له دور. يا اخي المتسابقين محظوظين، اقسم بالله محظوظين. يا الربع ناصر الغامدي يقدم لكم اشياء والله ولا تحلم تقدم لك في حياتك. لذلك اتمنى الشباب يستغلون هذه الهديه من ابو عبد الله، ان الشيخ او الدكتور يحضر معهم. الشباب اللي يحبون الادب يحبون القصيد ايضا استفيدوا، مثل ما قال فهد مو بتجلس كانك مغصوب. اسال مغصوب، علمنا ورا بتجي بدالك. اي والله بنجي، اقسم بالله بنجي ان سمح لنا ناصر، والله لنجي. بما ان ناصر الغامدي يقدم وبيض الله وجهه دائما، قدم للمحترمين اللي هنا مكيف. طيب صحيح. جمهورنا اثنين يكفي، بس اثنين عن من؟ والله اذا ابو عبد الله جمهوري فهذه كيفيني. ابو عبد الله الله يطول عمرك، الله يطول عمرك. اذا ابو عبد الله جمهوري احسن شيء. اللي غذاك غذا السيل عن جمهور محمد مساعد وشنار، اثنين دول. سلام عليك، سلام عليك، كفو والله ابو عبد الله. طيب مشاهدينا الكرام، في الختام هذه الفقره هي من على قولتهم تعيد الامور الى نصابها، هذه الفقره هي من تكشف الحقائق، هذه الفقره هي القويه فعلا في النقد، أثبتت ضعف هؤلاء المتسابقين وحسدهم للأسف حسب قول زملائهم. اليوم عندنا افتتاح محل، لأن هذه الفقرة هي الأهم في البرنامج وهي الأكثر قوة، صاحب هذا البراند طلب أننا نحن من نفتتح المحل، فهذا المحل هو من سينجح، وهذا المحل هو من سيحقق أرباح، لأن هذه الفقرة العظيمة هي من تفتتح المحل. تفضلوا تفضل. أنا كاريزماوي.